يوسف الثنيان ضيف برنامج الليوان مع عبد الله المديفر. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في الليوان. الليلة حكاية يوسف الثنيان في الليوان، فاتضح الحكاية. حياكم الله من جديد باسمكم جميعا، ورحب بالكابتن يوسف الثنيان. حياك الله عبد العزيز. يا مرحبتين استاذ عبد الله، مساء عليك مساء على الساده المشاهدين، وان شاء الله تكون حلقه ممتعه ان شاء الله. لا تصير ممتعه اكيد يا رب. واذا الحلقه دي متى تنجح؟ اذا صار فيها شيئين، يوسف الثنيان في الملعب عنده القدره على المتعه وعنده قدره على المفاجاه. اذا نقلنا يوسف الثنيان من الملعب الى هنا وصار في متعه ومفاجاه، تصير حلقه حلوه. حتى انت برضه في الاستديو النجاح للجميع باذن الله. لا بنلعب مع بعض ان شاء الله، انه يستمتعون الجمهور باذن الله. لا ان شاء الله باذن الله. تبيني اقول لكم عبد العزيز ولا ابو يعقوب؟ اللي تبي. ما انا أبيت. انا اتعامل معك عبد العزيز، بس الناس كثير يقولون ابو يعقوب، ناس يقولون عبد العزيز، فانا بالنسبه لي ما عادي، يعني متعود. كل واحد. طيب اليوم كره القدم تتطور بشكل عام، لكن المواهب تقل خاصه في المملكه. صحيح، يعني طريقة اللعب قاعد تطور بس المواهب لا، كل ما نشوف أقل. أنت إيش رأيك؟ والله شوف، الاحتراف طبعا بالنسبة للمواهب ترى حتى على مستوى العالم، يعني ما عاد في مواهب زي أول، وخاصة طبعا منطقة الخليج، أو خلينا نقول عندنا في المملكة هنا قلت المواهب، بسبب طبعا أنه ما عاد في يعني ممارسة كرة القدم من خلال المدارس او الحواري، عرفت شلون استاذ عبد الله؟ لانه الفتره هذيك يعني كنا احنا هاجسنا الوحيد انه نلعب كره القدم في اي مكان، سواء كان في المدرسه او في الحواري. الان ما عاد في لا حواري، لا عاد في لا مدارس، فتشوف ما عاد في مواهب. اول كنا نمر عند الشارع نشوف الملاعب الحواري كل اللي يلعب فيها، في المدارس تحديات، وكان يعني كان فعلا الهاجس الوحيد بالنسبه للإنسان في المملكة هنا أنه يمارس كرة القدم. الآن طبعا ما عاد فيه الأمور هذه كلها، فعشان كذا تشوف أنه المواهب ما عاد فيه يعني الآن حتى على مستوى العالم. إذاك لازم يصير رجوع للحواري، رجوع للمدارس، رجوع لابد. إذا نبغى مواهب أكثر وصعب الآن، لأنه أعتقد أنه أجهزة الكمبيوتر الآن خلط كثير من الناس يلعبون بديهم. بالضبط، يعني بدل ما أروح أتعب وأتمرن وكذا ألعب بيديني. أشوف الناس راجعين لخطة 4-3-3 اللي كنت تتبدع فيها. صحيح، كان رأس حربة واحد، طرف يمين وطرف يسار. الآن رجعت مرة ثانية، لأن هي طبعاً الطريقة البرازيلية اللي يلعبون فيها البرازيل طبعاً، واستمرنا إحنا فيها طبعاً مع المدربين البرازيليين، فاستمتعنا يعني بالطريقة اللي يلعب فيها المدربين البرازيليين. من اللاعب اللي العالمي اللي كنت تتمنى انك تلعب معه؟ والله كنت اتمنى رونالدو طبعا. رونالدو؟ نعم. في اي رونالدو؟ في اثنين؟ لا، البرازيل البرازيلي. نعم. لما كنا نشوفه طبعا في التسعينات مع ريال مدريد كنت استمتع، مو بس انا الحالي طبعا، حتى ربعنا لما نتفرج على المباراه ريال مدريد وايام برشلونه، فاستمتع لما اشوف لاعب كبير، وخاصه حركه المروحه اللي قاعد يسويها، لاعب سريع ومهاري، يعني فعلا لاعب على مستوى عالي. الواحد كنت اتمنى ان يكون يعني اني العب مع هذا اللاعب. رونالدو، طيب ايش رايك برونالدو البرتغالي؟ لا، لاعب كبير طبعا، لاعب كبير، يعني فعلا النصر استفاد من هذا اللاعب. كان ممكن يكون في الهلال، كان ممكن، هذا كانت اقاويل. هل وجا نيمار، هل الافضل كانت يعني حظ الهلال في نيمار ولا في رونالدو؟ والله شوف، نيمار جاء يعني يلعب كطرف ايسر، يعني عرفت، يختلف عن رونالدو النصر كلاعب عمق ولاعب صندوق ولاعب هداف ولاعب يعني نجم كبير ومعروف على مستوى العالم، فالخانتين تختلف عن اللاعب. لكن انا بوجهة نظري انه يعني سالم مؤدي المهام بالنسبه للجهه الشمال، وما شاء الله كل بعد مباراه وكل بعد بطوله نشوف سالم يقدم نفسه بشكل جيد وقاعد يخدم الفريق،
وقائد الحقيقة يستاهل إنه ما قدمه طبعا. ولاعب يعني ممتع سالم، لاعب ممتع واستفاد منه الفريق صراحة. إصابة نيمار معناته هذه صارت يعني مصالح الهلال؟ مصالح الهلال أكيد طبعا. إصابة نيمار مصالح الهلال؟ والله أنا هذا اللي أشوفه. يعني أوكي نيمار لاعب كبير ولاعب مهاري، لكن أنت لما بتفقد لاعب مثل سالم يعني والله حيكون في مشكلة. يعني بتضطر أنت يا تلعب سالم يا تلعب نيمار. سالم حتى في هذا الموسم يعني بالعادة سالم المتوسط التهديفي حقه يعني تتكلم عن عدد يتراوح بين 4 إلى 6 أهداف، اليوم سالم واصل 13 هدف مع جيسوس. إيش اللي غير جيسوس في سالم؟ أعطى الثقة أنه يلعب. يعني سالم تشوف من جهة الشمال نزوله طبعا في بعض المباريات في وسط الملعب ويحرك الفريق. يعني سالم ما شاء الله تبارك الله يعني صار يدافع ويهاجم في نفس الوقت. عشان كذا المدرب، أنا في وجهة نظري الشخصية، أنه المدرب يعرف أنه هذا اللاعب فعلا يصنع الفارق للفريق. طبعا تعرف الحين لو تجي الدوري السعودي اللي يصنع الفارق كلهم لاعبين أجانب، وإحنا نفتخر طبعا كلاعب سعودي مثل سالم أنه يصنع الفارق. عشان كذا يعني جوسيس معطيه الضوء الأخضر أنه يعمل الجهد الشمال كما يشاء حتى لو نزل في وسط الملعب. جيسوس أول موسم كان في انتقادات كثيرة من بعض جماهير الهلال، بل وصلت الحد أنه ما نبغاه، يعني التخلص منه وإقالته. اليوم قاعد يعني يحقق أرقام قياسية لم تتحقق من قبل على مستوى الهلال وعلى مستوى العالم حتى. إيش السر في شفرة جيسوس؟ الأدوات تغيرت طبعا. شلون؟ يعني نتكلم عن اللاعبين الأجانب الموجودين الآن، الاستقرار الآن بالنسبة للهلال، اللعب الجماعي بين اللاعبين، يعني تحس أنه مجموعة متفاهمة داخل الملعب قاعدة تأدي ما يطلب منهم من المدرب على مستوى يعني فوق الممتاز. يعني قليل ما يصير فيه أخطاء بالنسبة للهلال، سواء كان على مستوى الدفاع والوسط أو الهجوم. وشوف اللعب الجماعي بين اللاعبين، يعني أنا لما أشوف الهلال يلعب في أي مباراة سواء كان ديربي أو مباراة يعني اللاعبين الوسط، يعني القصدي الأندية الوسط أو المتأخرة، شوف يعني ما شاء الله تبارك الله يأدون على نفس المستوى. تستمتع لما تشوف الفريق الهلالي في نقلة في تغيرات الكورة من جهة اليمين ومن جهة اليسار، واللاعبين اللي قاعد يخدمون المدرب طبعا زي عندك مالكم، يمكن ماله يعني ما تشوفه في الملعب كثير، لكن هذا اللاعب تكتيكي مهم بالنسبة للمدرب وبالنسبة للناس اللي يدققون طبعا بالنسبة للمباراة لما يلعب الهلال بوجود هذا اللاعب. في جدل كثير يدور حول سلمان الفرج وأنه يناسب خطة المدرب أو لا يناسب خطة المدرب في هذا التوقيت. والله هذا اللي أنا أسمع، يعني أنا أشوف أنه طبعا سالم بالنسبة لسلمان، سلمان لاعب يعني كبير ولاعب ممتع، وأنا الحقيقة يعني أشد فيه زمان أنه هذا اللاعب حيكون له شأن في المستقبل القريب. وفعلا يعني اللاعب أمتعنا كثير في بطولات مع الهلال ومع المنتخب، وكان يقدم نفسه بشكل مرة ممتاز. وإلى الآن يعني بس الإصابات اللي جت سالم، يمكن أقصد سلمان، الإصابات اللي جتها يمكن هي اللي بدأت يقل عطاء داخل الملعب. اللعب السريع يعني تعرف أنت لما يكون في مدرب يعتمد مثلا على اللعب السريع، يكون في ضغط متواصل، لعب مباشر، ضغط متواصل وكذا، يمكن سلمان ما يقدر الآن بحكم طبعا العمر وبحكم طبعا الإصابات اللي تواصلت مع سلمان. أنت طلبته بالاعتزال؟ أنا طلبت، ما أقصد، أنا أتمنى إن شاء الله أن تكون نهاية الاعتزال جيدة. يعني أنت عندك استحقاقات الآن في البطولات الآن الجاية، وحيكون في يعني ضغط مباريات بما فيها آسيا وكلها قريبة الآن. أنا أتمنى إن شاء الله أنه يكون سالم متواجد وأنه يعطي. طبعا أنت تتكلم عن الدوري مثلا إلى 9 لاعبين أجانب، تتكلم عن الـ آسيا 4 لاعبين، ولاعب سويد طبعا
أعتقد أنه يحتاج إلى لعب سلمان مع الفريق. طبعاً هذا حسب وجهة المدرب، إذا كان يحتاج سالم في المباراة فإنه يعني صاحب خبرة سلمان ممكن أنه يخدم الفريق في مباراة العين طبعاً بعد العين. لا أنا ما أتكلم عن مباراة واحدة، أنت يعني طلبته بالاعتزال، ما أعرف أنه هل هو لأنه خلاص وصل يعني وصل السن اللي يعتزلون فيه الناس أو لأنه خطط ما طيب ممكن يروح لفريق ثاني، ممكن إعارة أو شيء. أي بس تعرف أنت لما يكون عندك نجم مثل سلمان يعني الأندية الكبيرة ما تحب تفرط باللاعب اللي ستار، يعني عرفت قصدي، يعني وده أنه يكون موجود حتى لو أنه ما قدم نفسه بشكل جيد. لكن بنفس الوقت إحنا بحاجة لاعب كبير يملك الخبرة مثل سلمان في الوقت الحاضر. بس أنا لما أتكلم عن الاعتزال أتكلم أنه بعد البطولات إن شاء الله اللي يحصل. قوله جو شاورك أبو عبد العزيز وقال لك وش تشير علي اعتزل نهاية الموسم ولا لا، وش تقول له؟ أنا أقول يعني إن شاء الله تكون نهاية طيبة بالنسبة له، أنه يحصل على البطولات الآن. يعني نتكلم أنت عن آسيا، تكلم عن الدوري السعودي. إيه نهاية الموسم أخذ آسيا وأخذ الكاس. إيه وبعدين أنت تقترح. وبعدين تعرف الجمهور عندنا والإعلام يبغى كل البطولات. وهذا ما تعودنا فيه طبعاً من زمن قديم جداً. كل رئيس يتمنى أنه يأخذ الهلال جميع البطولات، وهذا ما عودونا فيه. والآن إن شاء الله بإذن الله قادر، لأنه عندك لاعبين يعني على مستوى كبير جدا بالنسبة للاعبين المحترفين الأجانب أو اللاعبين السعوديين. هذا اللي خلى جوسيس يعني يلعب فريق يعني كامل داخل الملعب وقادر أنه يحقق جميع البطولات بإذن الله تعالى. إصابة متروفيتش تقلقك كهلالي لحصد المنعطف الأخير؟ أكيد أكيد، يعني لاعب مش سهل، لكن اعتماد دائما الهلال في الأطراف، يعني تكلم عن اليمين تكلم عن اليسار، سواء كان من جهة مالكم اليمين وسعود عبد الحميد، تكلم عن سالم هناك وليدو أو الشهراني، تكلم مثلا عن نفز في وسط الملعب. يعني في لاعبين برضو يعني ممكن يساعدون الفريق حتى لو انه ما لعب متروفيتش. مدرب يعني على مستوى اوسع، مدرب المنتخب السعودي منشيني جاب خطه جديده وانه يلعب ثلاثه في الخلف ويمكن سته في النص ومع مهاجم، طريقه ما تعودوا عليها السعوديين كثير. في النواحي الدفاعيه كان في هناك تميز لهذا المدرب بهذه الخطه، لكن قدام في مشكله. هل المشكله في الخطه ولا مشكله في قله المواهب اللي تحكيت عنها؟ وهل سالم من المناسب انه يغير مكانه بناء على هذه الخطه في وسط الملعب ما يكون على الطرف؟ انت كيف شايف منشيني والمنتخب وامالك فيه؟ والله شوف بالنسبه للمنتخب انا اذكر زمان لما حاول بعض المدربين انه يلعب نفس الطريقه هذه، لان الطريقه اللي قاعد يلعب فيها منشيني ترى كل المنتخبات الاجنبيه كلها تلعب نفس الطريقه هذه، بس احنا مش متعودين عليها، متعودين دائما على 4-4-2 او 4-5-1 و 4-5-1. اشوف هذه الطريقه الوحيده اللي ممكن، لانه دائما عندنا اللاعب السعودي عنده المهاره من جهه الاطراف، والان في الوقت الحاضر ما عندك راس حربه صريح ممكن انه ينهي لك ويشيلك كثير من الامور. مثلا لو نرجع في الزمن الجميل نتكلم عن ماجد عبد الله مثلا او سامي الجابر، ما عاد في نفس الكواليتي هذا الان موجود. فأشوف أنه لما لعب بثلاثة خمسة اثنين يبغى يكثف وسط الملعب ويحاول أنه يعني ما تكون خاصة، تتكلم عن كأس العالم طبعا، يعني شفت مباراة الأرجنتين يعني كانت يعني فرحة عارمة للشعب السعودي وصدمة بالنسبة لنا أنه تفوز ضد منتخب هو بطل كأس العالم 22. لكن ثلاثة خمسة اثنين هذه وخاصة ثلاثة في الخلف يصير فيها اتكالية بين المدافعين، عرفت؟ عشان كذا ما يحبونها دائما، اللاعب السعودي ما يحب طريقة الثلاثة خمسة اثنين لأن فيها اتكالية خاصة بالمنطقة الخلفية. الأرجنتينيين قعدوا 7 سنين ما بين اعتزال ميسي، لا اعتزال مارادونا وظهور ميسي، فكان 7 سنين. احنا الحين لنا 21 سنة من اعتزال الظاهرة يوسف ثنيان. في يوسف ثنيان في الطريق، جاء يوسف؟ والله نتمنى. أنا قاعد أتابع الدوري السعودي أشوف الاتحاد فيه كم لاعب وفي الأهلي نفس الطريقة.
من تشوف يوسف ثنيان الواعد اللي ممكن بكره نقول هذا يوسف ثنيان الجديد حقنا؟ والله لحد الان يعني ما شفت انا لاعب ولا والله امدح نفسي في هال، لكن اشوف انه اتمنى ان شاء الله انه مستقبلا يكون في لاعب افضل زي ما الان نفتخر مثلا في سالم من جهة الشمال وهو الان الافضل، نتمنى ان يكون في برضه لاعب يمين. يعني انت الان ليش تتكلم عن الهلال وعن قيمه الهلال وقيمه اللاعبين الموجودين؟ لانه قاعد انت تلعب وتصارع على جبهتين، يعني عندك اكثر من طريقه بالنسبه للمدرب ترتاح فيها نفسيا لما يكون عندك قوه في الجهه اليمين وقوه من جهه اليسار. تكلم عن ميشيل مثلا، يعني ميشيل سالقادو يعجبك ميشيل؟ يعجبني رغم انه بعض الاحيان النهايه عنده ما تكون يعني ما تكون جيده، لكن لاعب مهاري على مستوى عالي جدا. عشان كذا يعني المدرب عنده قيمه لاعبين بين اللاعب المواطن واللاعب الاجنبي، والهلال يعني ثقيل ثقيل صراحه داخل الملعب. من الصعب انه اي فريق يعني الان في الدوري السعودي انه يهزم الهلال. طبعا الناس عرفتك بالرقم 15 كان على ظهرك، لكن اظن انه رقم 7 هو الرقم اللي في قلبك. كبدايه ذيك الايام طبعا كنت العب يعني على مستوى الشباب، كان برضو واحد من اللاعبين كان لابس رقم 7. انا كنت البس اي رقم يعني ما ادقق بالنسبه في الحواري. كان رقمك 7 صح؟ كنت ألف في الحواري كنت العب 7. اي وتحب 7؟ احب 7. اي كلاعب تعرف انت كلاعب جناح يمين دائما 7 يعني. ف لما بديت طبعا اتاقلم مع الفريق الاول، والفتره دي كان كان في معسكر للمنتخب السعودي خارج الرياض، وانا استغليته طبعا. كان يمكن 9 إلى 10 لعيبه كان معسكر مع المنتخب، وكان الدوري شغال، فانا اخترت 7 وصرت العب في 7 كلاعب جناح يمين. فلما جو لاعبين المنتخب اللي كنا نشوفهم الان في التلفزيون، فشفت صالح النعيمه وشفت مصيبي، يعني والله يعني اللعيبه تفتخر فيهم، يعني لما تشوف لعيبه مثل هذول اول مره تشوفهم قدامك. اول مره تشوفهم قدامك امس بالتلفزيون اليوم. فجاء عبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن القحطاني المسي عليه بالخير، والكابتن صالح واللعيبه كلهم اللي يعتبرون بالنسبه لي انا قدوه يعني، وافتخر فيهم طبعا اللي لعبت معهم. فقال انه عبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن الان قال انه رقم 7 هذا حقي. شيء الليلة اكبر مني سنا، اقدم مني في الملعب، قيمه لاعب كبير مش يعني. فقلت خلاص، فطيب وش اخذ اي رقم؟ اقترح علي مترجم الفريق الله يذكره بالخير ما شاء الله انه طيب وبخير، اسماعيل راغب، قال لي خذ 15. شوف الفريله هذه فيها 15، نظرك فيها 15 يا اخي، تكلم عن يعني 7 فرد، انت جايبني زوجيه 15، ولا في احد ذيك الايام يعني. قال لي ان شاء الله هذا يكون فعل عليك، توكل على الله. وفعلا استمريت طبعا برقم 15. اخذت 15. مره لعبت انت برقم 2؟ برقم كثير. لا بس رقم 2 مباراه القادسيه تتذكرها؟ والله هذه اللي استخرت فيها طبعا. ايوه عطلي قصه فاضي. تاخرت وبعدين رحت للمطار، بس الحمد لله انه يعني نتجت بالفوز وسجلت واحده من الاهداف. وهذا اللي عالجت الموضوع وكتموا على الموضوع ورجعت الحمد لله بالسلامه. اهم شيء انه وانت تلعب الفوز ولا المتعه؟ والله في بدايتي كانت المتعه عندي مع الفوز، طبعا لابد الواحد يفوز. بس في بدايتي ذيك الايام كنت دائما المهاره دي عندي، استمتع لما اشوف الجمهور. انا قاعد يعني اتذكر فتره من فترات انه لو يرجع مننا زمن الفترة هذيك وتشوف الجمهور لما يذبون عليك الغتر ذيك الأيام، وتشوف زعل المدرب، تنسى المدرب وتصير مع تركز مع الجمهور، مع الجمهور مع المهارة، تشوف الصراخ وتشوف كذا. طبعا مع الوقت تغير، لأن استفدت من فلو أنا استفدت منه استفادة كبيرة، غير تفكيري 180 درجة. لكن بشكل عام أنه لو قيل لك أنه تلعب مباراة مستواك رائع جدا ممتع اللعب بس تبتخسر،
ولا تنهزم بس المستوى مره جامد ومستوى ما هو جيد، تختار اي المباراتين؟ والله طبعا المباراه الفوز هي اللي يعني، حتى لو كان اللعب يحوم الكبد احيانا، ياما لعبنا مباراه تحوم الكبد. انا ازعم من نفسي على فكره لما العب مباراه حتى لو فزنا فيها انا عاتب نفسي من غير ما اشوف ترى اليوم الثاني او شو المباراه، بس انا اعرف اني انا ما قدمت، حتى لو شجعني الجمهور او كتب عني الاعلام انا اعرف انه في المباراه اللي فزنا فيها مستوى ما كان جيد. انا اقيم نفسي بنفسي. وش كان اصعب شيء يقابلك مع المدافعين؟ في مدافع معين كان صعب بالنسبه لك ولا شكل معين؟ كثره المدافعين لما يجيك الوسط الشمال، طبعا كلاعب جناح يمين يجيك الوسط الشمال ويجيك المحور ويجيك الظهير، هذه تنكد عليك. لا تكاثروا عليك. اذا تكاثروا علي، ولكن احيانا تعرف مع ال 90 دقيقه لابد يكون عندك وقت، يعني انه ممكن يكون عندك مثلا ظهير واحد وكذا تقدر تعمل مهاره فيه مع المدافع، ولكن اذا صاروا مان تو مان دي مشكله عاني منها كثير. عبد العزيز انا بغوص اكثر بتفاصيل سيرتك الرياضيه وببدا من المدارس والحواري وسيرتك، عندي مجموعه من الصور والفيديوهات، استاذنك نطلع نروح شاشه الليوان وناخذها ونعلق عليها، بتكون رحله ممتعه لا تذهبوا بعيدا. حياكم الله في شاشة الليوان. وجدد الترحيب بضيفي الكابتن يوسف ثنيان. عبد العزيز استعرضت صور نعلق عليها تعطيني رأيك، خلينا نشوف الصورة الأولى. والله أنا لو ما حطوا العلامة دي ما عرفتك. أنا الحين نفسي ما عرفت نفسي. ما عرفتي. أنا شوف الطقم اللي لابسه أنا، يعني الألوان مختلفة تشوفها كلها الألوان. ما كنتوا تطقمون في الحواري وقتها؟ لا ما كان مستحيل. ليه؟ طبعا بعدين بعد بفترة صرنا نطقم، بس أول لا، كل واحد يلبس اللي يبغى. جيب لبسك من البيت. جيب لبسك ولبس. واحد أرسل لي بتويتر يقول اسألوا عن الملابس اللي يدفنها في الملعب، تدفن ملابسك في الملعب؟ الأول؟ لأن ذيك الأيام أنا ما كنت كنت أخاف أطلع أروح ألعب. أيوه. فأحطها أدفنها في الحارة قدام بيتنا براحة كذا أدفنها. إيه. لجيت بطلع لقطتها وإذا رجعت نفس الطريق. بس حقين المدارس من أول يقولون إنك أنت ما بس تشارك إذا صار في كورة، مو بس كورة، تشارك كورة. أي شيء، أي شيء في رياضة. احب تعرف حركي ويبغى يشارك في اي شيء مدرسه، لان تعرف احيانا لما يجي يقول لك والله في مشاركه المدرسه في بطوله مثلا على مستوى مدارس فيها طلوع فلازم تشارك رياضيا، اذا قالوا سله قلت انا جاهز، اذا قالوا طائر انا جاهز، حتى التنس، تنس الطاوله اقول انا جاهز. وبعدين عندنا مدير الله يذكره بالخير دائما كل ما جت رياضه عشان نشارك مع المدارس أكلم يوسف حاط لي لاعب قدم ولاعب سلة ولاعب أي شيء، كل ما قال شيء رياضة قال أبد نادي يوسف هو اللي ينهي لكم الأمور. حب بالرياضة ولا أكره بالمدرسة؟ لا طبعا ما إن شاء الله ما في كره، بس أحب الطلوع أنا، أحب أشارك. إيه أبو النعشة. وش قصة في فريق في الحواري ما كان يبغى يلعبك، تروح لهم ما كانوا حريصين يلعبونك، تذكرها ولا ما تذكرها؟ أذكرها كيف، هذه اذكرها، وهذه الصوره واحده منها. واحده منها، احكي لي قصه. يعني طبعا بعدين رضوا علي وبدوا يعني قبل يرضوا عليك؟ لا ذيك الايام انا ما كنت اقط، بعدين قطيت وقالوا خلاص ممكن تشارك معنا. بس هذيك المره يعني جاي لهفان، انا ابغى كوره، ابغى العب كوره باي طريقه في الملعب، رشين الملعب، تعرف ذيك الايام لا بد الملعب، ملعب الحواري يرشون، هذا يجيبون الوايت ويرشون الملعب وتشوف الشبكات، طبعا القدة والعارضة كلها خشب، لكن تشوف الملعب وهو مرشوش يعني تستمتع ودك تلعب فيه. فجيت أنا وجاء طبعا بعض اللعيبة، بعض الأصدقاء
اللي انا اعرفهم، حتى كان معنا واحد من اللاعبين الله يذكره بالخير الاخ خالد الشريهي، كان هو رئيس الفريق، وكان مع برضه اخوه يوسف. فكان يتمرنون كوره، الله يشفي يوسف طبعا مريض الله يشفيه، اسال الله سبحانه الله يشفيه ويعافيه يا رب وكل مسلم. فجيت انا قلت جاهز طبعا مكمل وجاهز وكذا. طبعا خالد قال والله شوف يوسف بتلعب؟ قلت والله اذا بتسمحوا لي لعبت. قال خلاص اللي يبغى يوسف يلعب يرفع ايده، ولا حد يرفع ايده. عارفين اني عارفين طريقه لعبي وعارفين كذا. انا في شجره هناك جلست شوف ده اللي يلعبون كوره. حنوا عليه متى؟ قبل المغرب بشوي. قال خلاص خليه يلعب بس حارس. وحارس بعد. حارس اي ما لا يلعب مهاجم لا حارس. قلت طيب حارس حارس. ابد 1 2 اول دقيقه 1 2 كذا بعدين لقطت الكره دخلت. وانت حارس؟ اي وانا حارس. وقعد اسحب اسحب، المهم لا جلدت الكوره وشلت الـ 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 العارضه. ايه من قوه ضربت العارضه. ايه من قوه الكوره ايه وخربت. هذا العيال انكسرت العارضه. انكسرت. اوكي. هذا العيال يقولون هذا اللي جبته لنا كسر العارضه حقتنا. بس بعدها بديت عاد اتمرن معهم وصرت اقط معهم وصرت هي المشكله في القطه ولا في الفرفره؟ لا اول مره، لان هم يبغون التسحيب يبغون الونتو. بعضهم كبار بالسن شوي لك عليهم شوي. في واحد من اخوانك يقولون لعيب خالد. خالد خالد لعيب. طيب ليش ما كمل؟ بس ما اتجه طبعا للنادي. كان يحب يلعب في الحواري ما شاء الله عليه، وكان كنت اشوفه يعني كان لاعب ممتع خالد. لعبت انت فريق او في الحوار لعبت فريق يعني مهم اللي هو الاحمدي. ايه الاحمدي هذا تاريخ اخر. ايه عطنا التاريخ ده. هذا يعني دوريات اللي شاركنا فيها في الرياض دوريات كثيره، وكان فيها تنظيم على مستوى عالي جدا، وكان في محكمين يعني كانك في مباراه في الدوري السعودي، يلبسون نفس اللبس حق الحكام، وتشوف جماهير حاضر الملعب. ليه؟ لأنه كلنا إحنا لعبة تغذية، واللعيبة اللي عندي ما بعد اشتهرت في الفترة هذيك، ما بعد اشتهرنا يعني، تونا مسجلين في النادي وعلى مستوى الشباب نشارك وكذا، والإعلام تعرف ما كان يعني زي الوقت هذا الآن، فما حد يدري عنك فنلعب. ليه؟ لأنه فيها حرية أكثر، الحواري تقدر تسوي فيها، ما في مدرب يصفر يوقف اللعب يقول لك لا مو بزي فلو. وقف تلعب تقسيمه توك تستمتع، يوقف لك ثلاث اربع خمس مرات ويصفر عليك وسوي كذا وسوي كذا يديك هناك. لا تسوي اللي انت تبغاه. وفي لعيبه صراحه تشوفهم في الحواري بعكس الانديه تلقى مستواهم يعني وش اقول لك شيء ما تتوقع. الدوريات عندنا كانت يعني مشهوره جدا خاصه فريق الاحمدي. الاحمدي وين باي حي كان؟ احنا في البديع. البديع. في البديع كان كان يرأسه أبو خالد الله يذكره بالخير ناصر الأحمد. مسي عليه ناصر الأحمد. وكان طبعا ناصر الأحمد غير المعلق حق ناصر. لا لا غيرنا عيال من عيال عمه. إيه ونمسي على ناصر الأحمد. نمسي عليهم كلهم بالخير. من الناس اللي نحبهم ونعزهم الحقيقة. أبو خالد عنده المساعد حقه ناصر بعواض، هم اللي يسوون طبعا يسوون الدوريات ومشاركات. طبعا تعرف الحواري وبين علاقة الرئيس الفريق الحواري هذا او الكابتن او كذا، ويسوون طبعا الدوري ويصير في اجتماعات بينهم. احنا طبعا يعلمون انه في دوري قادم، وشاركنا في دوريات كثيره حتى وصلنا الطائف على فكره. اوه الحواري ذا راح يلعب برا الرياض. وصلنا الطائف رحنا بتوبيس عشان نشارك. كانت تذكرون ذيك الايام كان في دوره عكاظ. دورة عكاظ كان في رمضان، فكنا نشارك هناك. كان في دوري ستيري نفس الطريق برضه في الطائف، وكنا نشارك. يعني كنا نعشق شيء اسمه كرة قدم. لا نعرف أحيانا تلعب أكثر من مباراة في اليوم؟ أي خلص المباراة هذه يجيك واحدة مثلا العصر أو واحدة بعد المغرب واحدة آخر الليل. يعني كل وضعنا كل حياتنا كلها كورة. مين كان يلعب معكم في الأحمدي من اللاعبين اللي معروفين؟ مش بس من يعني من قصدك من لعيبة الأندية اللي معروفين؟ كثير كثير، في من الرياض، في من الشباب، في من الهلال، وفي من النصر،
كثير من يوسف جازع معكم صح؟ معنا يوسف جازع وكان في مشاري العويران وكان في سعيد عويران معكم ولا ما كان؟ يعني جاء متأخر سعيد تو كان تو صغير. خالد الصبياني؟ لا الصبياني طبعا كان موجود وكان سلطان خميس كان موجود معنا ولعب معنا فترة ومسكنا كمدرب على فكرة. ومحمد البخيت نادي الرياض لاعب برضه وسدوس لعب معنا فترة ناصر ومن النصر برضه والله كثير كثير كان لعب حلو متعة يعني تشوف الحضور الجماهير اللي يحضر ما أقول لك يعني زي الأندية لكن يحضرون جماهير يشوفون حتى في التمرين تخيل يجون يشوفون التمرين حقنا لأنه كل اللعيبة اللي موجودين كلهم من الأندية. شلون الهلال حط عينه على يوسف ثنيان؟ يعني وين كانت البداية بالضبط؟ من الأحمدي ولا من قبل ولا وين؟ والله في طبعا في الحواري في الحواري أول ما سجل طبعا قبل شيء أذكرها لأن كنا إحنا في مدرسة واحدة أنا ويوسف جازة عمر بالخطاب وكان فيه مراقب الله يذكره بالخير ومسي عليه بالخير اللي هو الأستاذ صالح الشنيفي سجل يوسف سجل يوسف أنا طبعا ذيك الأيام كان يشوفون طبعا الدوري وبعدين لا تنسى كان في كشافين تكلم عن ناصر الأحمد أبو عواض وكلهم هلاليين فيتكلمون طبعا مع النادي والشيخ عبد الرحمن سيد الله يرحمه ويغفر له كلم الأمير بندر بن محمد قال يا أخي في اللاعب كذا 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 لازم نسجل في الهلال بعد ما شافوني طبعا أكثر من مرة. صالح الشنيفي هو اللي سجل صالح الشنيفي صالح النعيمة في الهلال ولا بالضبط صالح نعم وش قال لك شيء صالح الشنيفي ولا ما قال لك؟ إلا طبعا شو يقول لك؟ قال لي إن شاء الله أقول لك مبروك تسجل في الهلال وشد حيلك وكذا وكذا قلت إن شاء الله بإذن الله رحت أنا طبعا وقال وين هو وين حبيضة النفوس تذكر هذه كلها لا ما ذكرت لازم تروح تجيبها فقلت خلاص طبعا أي شيء فيها طلعة أوافق عليه على طول فرحت جبت حبيضة النفوس رحت طبعا حتى الشباب أتذكر في الملازم من هناك المهم جيت ووقعت طبعا تعرف ذيك الأيام إحنا عشقنا لكرة القدم ما ندور شيء غير الكورة ما عندنا طموح ما عندنا شيء إنه والله نفكر إنه مقابل شيء مادي هذه الأمور ما بعندها. وإيش كنت تشجع وقتها؟ الهلال طبعا كل البيت هلالي كل البيت هلالي كل البيت قالوا إنه أبوك عيا في التسجيل أول ما رحمه غفر له معي هو يعني كان معجب طبعا هو كان يعني من محبين نادي النصر لكن لما جيت أنا وسجلت في الهلال كل البيت طبعا كله هلالي ما عدا الوالد الوالد برضه صار هلالي كان نصراوي بعدين صار هلالي تحول عاطفة الأبوة. عبد الرحمن بن سعيد راح وكلم أبوك و اي كلم الوالد وبعدين كلم اللي بندر بن محمد والله يرحمه ويغفر له وسجلت الله يغفر للجميع. بشوف أنا وياك صورة من عام يمكن 83 تتذكر هالصورة؟ 82 عفوا تتذكرها؟ اي عبد الحكيم طلع على فكرة هذا من هو هذا؟ عبد الحكيم الشدوخي الحكيم الشدوخي؟ اي هذا طبعا لاعب على مستوى عالي جدا عبد الحكيم من الناس اللي احبه انا كان لابس ذيك الايام كان قبلي هو كان لابس رقم 7 اي بعدين عاد برضه الفنيلة وعلى مستوى الشباب الهلال وكذا فهو اقدم مني اي فبعدها طبعا ما استمر وبعدين انا خذيت فرحت؟ لا طبعا ما عشان 7 شوف انا دائما احب اللاعب الموهبه واللاعب المهاري واللاعب الذكي هذا من اللاعب المهاري ومن اللاعب الاذكي اللي مر علينا طبعا في النادي في الهلال وفي لاعبين كثر يعني انت لما تتكلم مثلا عن 84 اللي هو شباب الهلال وخذينا بطوله المملكه وبعدها جينا الفريق الاول قبل الفريق الاول انا بس ابيك تحكيني عن انت قعدت سنه واحده في شباب الهلال صح؟ اي شباب بس قبلها لعبت ترى في المدرسه لعبت في مدرسه لعبت في دورات رمضانيه للهلال اي مدرسه الهلال اي بس ما 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 الفرق الرمضانيه اللي يلعبون فيها بس ما سجلت مع الهلال كنت اشارك والعب واخذ لي جائزه واخذ لي كذا لكن ليش انت بطيت؟ يعني قعدت فتره بين المفروض اني انا اشارك قبل يعني المفروض صراحة مين كل منهم؟ بس لا أنا بصفة طبعا الحواري نروح نتمرن في الحواري ونلعب في الحواري هناك أنا عندي قصة على هذه بتأكد منها الأندية كان فيها التزام وكذا فقلنا الحواري أهون
بقول لك انا وش القصه اللي انا وصلت لها وتصحح لي اذا هي وصول صح ولا لا. سجلوك في الهلال في المدرسه ذي بس ما تروح، كان الاولويه للاحمدي، جوهم بندر محمد الله يرحمه، وراح لنصر الاحمد واخذه وعينه بالفئات السنيه لنادي الهلال علشان يجيبك ويجيب ال... وفعلا هذه هي اي شوف ذكاء الامير بندر الله يرحمه اغفر له والشيخ عبد الرحمن مشيد الله يرحمه اغفر له برضه. وفعلا يعني ابو خالد نصر الاحمد مع ابو عواض يعني كشافين فعلا، يعني اي لاعب يشوفونه موهبه يكلمون فيه الامير بندر او الشيخ عبد الرحمن مشيد. وانا من الناس اللي يعني في الفتره هذيك كانوا يتكلمون عن هذا اللاعب لحد ما، لانه ما بيصيد انت تلعب في الحواري يقولوا والله هذا اللاعب كويس إيه؟ بس ما في اعلام عشان تقول والله هذا ما يوصل إيه؟ ما يوصل إيه؟ لكن ما يوصل من خلال الكشافين، الكشافين هم اللي يوصلون. طب من اللاعب اللي في الحواري لو استمر بيكون ظاهره سعوديه تتذكر احد؟ اذكر مين؟ وميول النصراوي على فكره. مين؟ اسمه عبد الرزاق، عبد الرزاق بلال. عبد الرزاق بلال إيه؟ هذا اللاعب انا لعبت معه انا وياه فصل واحد في فصل واحد في فصل واحد، و لاعب ممتع لاعب مهاري على المستوى، جبت النادي الهلال يعني جبت النادي الهلال. والفترة هذيك الله يذكره بالخير كان هو ما يحب الكدايس الحبوب هذه إيه اللي تحت بعض اللعيبة ذيك الأيام، طبعا لما كنا نلعب في الحواري ما نحب الكدايس، نحب الحبيبات الصغيرة هذه أو بعد الممسوحة يعني ما عندنا مشكلة فيها ونلعب. فلما لبس ذا قال يقول انا حسيت اني لابس كعب ما عاد اعرف يلعب يا عبد الرزاق وش فيك؟ قال يا اخي البود ذا حقكم. طيب وش تبغى؟ انا قال حنروح الفالح البوت اللي شرينا له جنب ملعب الملز الفالح هناك، شرينا البوت الله يكرم المستمعين ولعب. رجال مختلف مو بخوي لنا خاب إيه. ابغى اشوف المهاره ابغى اشوف كذا، صار رجليك كلها اليسر قد مستحي انت خجلان فيك شيء كذا، قال لا قد وش قال بوت. والله هذا الموقف بعدها ما عاد شفت الرجل ما ادري انا، والله انا متاكد 100% انه هذا اللاعب عبد الرزاق بلال. عبد الرزاق بلال اسمعنا الان الله يذكره بالخير مش عليه اخوه، اذكر اخوه مبارك برضه مدافع. وعبد الرزاق ايش كان يلعب؟ مهاجم رغم انه نصراوي بس جبت الهلال. جبت الهلال الهلال نعرف ان هذا اللاعب بناء على ما انا اشوف من هذا اللاعب اتوقع انه حيكون له يعني شان، لكن سبحان الله ما توفق. ترى في لعيبه كثير شاركوا لكن سبحان الله يعني تستمتع لما تشوفهم في الحواري وتلعب ضدهم، لعيبه فعلا على المستوى عالي جدا، لكن سبحان الله تجي النادي ما ادري خوف من الجمهور او الاعلام او الامور هذه كلها، فتشوف اختلاف كلي. يقول احد العيال العويران يقول عنك انك كنت في البدايات كنت تلعب في شراب ما تحب تلعب كنادر. كلم كلام اي والله يعني كنا اذكر برضو خالد الشريح الله يذكره بالخير مسي عليه صديق وعزيز علي جدا ولعب في الهلال فتره خالد، وكان دائما يلعب يلبس ست شراريب من اليمين وست والوان مختلفه وكذا، واحنا نفس الطريقه يعني ما كنا نعتمد على الله يكرمك الحذاء وكذا او البوت او كذا، بس بعدها صرنا تعودنا طبعا، بعدها صرنا لا لازم نلبس صرف عاد حماس وضرب وعرفت تعودنا عليه. ارجع البطوله ذي عام 83، عام 83 الهلال اخذ كاس البطوله قدام الاتحاد، وكانت المباراه النهائيه 1-0 انت اللي جبت الهدف، تتذكر المباراه او ما تتذكرها؟ اي هدف جدا هذه صولات وجولات من بداية الدوري إيه؟ وكنا نلعب مع بعض المناطق ومرة نلعب خارج الرياض ونلعب في الرياض، يعني الدوري كان طويل لحد ما وصلنا للنهاية ضد الاتحاد في جدة، وهذه بدايتنا. هذه البداية كمجموعة كلنا إيه؟ المجموعة ذي راحت المنطقة ثانية، أوريك الصور اللي راحت لها ونعلق عليها. معسكر لندن 1404 حسين الحبشي طارق العواضي و... من هو الثالثة؟ والله ما أدري. فعلا تغير شكلك.
تونا صغار ذيك الايام يعني على مستوى الشباب 17 او 18 سنه. حدثني عن معسكر لندن اللي هو المعسكر او هذا اول روح لكم للفريق الاول؟ لا ها الى الحين شباب انتم؟ لا احنا بعد ما اخذنا البطوله ايه؟ صار في معسكر المفروض انه يروح للفريق كله بالفريق الاول بس صار الفريق الاول عند معسكر. معسكر مع المنتخب؟ مع المنتخب. والتعرف الهلال مو اقل من 8 إلى 9 لعيبه الى 10 لعيبه مع المنتخب. فجات لنا فرصه انه يصير معسكر. طبعا اتوقع انه كان فتره الامير بندر سواء كان عضو شرف او كان رئيس النادي وتكفل بالمعسكر في لندن هناك ورحنا. كان مشكلا مدرب طبعا في له. ايوه. وكان اللي هو اهم مدرب بالنسبه لي انا في حياه يوسف ثنيان الكروي كثير من اللعب. ابغاك تحدثني عن فيلو اكثر. والله شوف لو تكلمت عن فيلو ايش غير فيك فيلو؟ ترى في كثير من الناس لما تكلم عن فيلو ما عنده تصور كبير. انا لا انا عاشرته داخل الملعب عشان كذا اتكلم عنه. اعرف انه مدرب متعب بالنسبه لنا احنا كلعيبه بسبب انه يصفر كثير وتعرف انت اللاعب السعودي يحب كرة القدم يحب التقسيم لما يلعب مناورة وتوقف ثلاث دقائق ويوجهك هذه تضايق منها أنت مش متعود. لكن فعلا كان يعني رزخت كل ما أعطاني هذا المدرب من توجيهات وأنا كنت صغير رزخت حتى وإن كبرت. أهم تغيير غيره في له في يوسف؟ غير كثير فيني يعني منها أنه أعرف متى الوقت المناسب اللي أعمل فيها المهارة. يقول لي إذا جيت على زاوية الـ 18 لو تنقطع ما عندك مشكلة. أعمل اللي أنت تبغاه. لكن في وسط الملعب لا تحاول أنك تعمل مهارة لأنها ممكن تجيك ترتد عليك. أي تكون مرتدة عليك وتكون يعني خطر على الفريق. أنا لا كنت ألقط في الوسط وكنت كذا. فعلاً كان يصفر كثير. أحياناً لف سايد برضه من جهه اليمين لما اروح انطلق ويلعب لي ويطلع بسايد ويصفر ويضيق صدري انا ويضيق صدر اللعيبه كلنا انه كثر التصفير وكذا توقيف اللعب. بعدين حركه الكره وتحرك من غير كره كيف اروح وارجع مره ثانيه واستلم الكره والعكس صحيح. يعني هذه الاشياء رزخت حتى وان كبرت. يعني كبرت اللهم لك الحمد والشكر اتذكرها رزخت في مخي. وعشان يعني هذه النقطة خاصة لما تقول مثلا عن هذه وجهة يعني وجهة نظر شخصية بالنسبة لي أنا أنه كيف تستفيد من المدرب وخاصة المدرب البرازيلي. تكلم في الوقت الحاضر عشان يكون عندك مستقبل. لا تقول لي ما في مواهب. في مواهب عندك موجودين هنا بس من المدرب اللي يسقل هذه المواهب. بس الحين في الدوري الظاهر ما في إلا واحد مدرب برازيلي واحد الظاهر مع التعاون يمكن والباقي ما لا هم الفترة خلاص اعتمدوا على الأوروبيين. الأوروبيين يعتمد على المجهود داخل الملعب ما له دخل في مهاراتك في تحركاتك. هو يبغاك يعني يبغى يجي يشوف لاعب محترف يلعب في الملعب فقط يعطيك طريقة اللعب وكذا. ما في يعني في حد يطور اللاعب نفسه يعني أنا أتكلم عن تطوير اللاعب صقل هذا اللاعب. هو أزيان فترة للصقل يكون في السنية صغير عشان ترزق في مخك ومع الوقت تستمر فيها. هل صحيح انه جاء فريق في المعسكر هذاك جاء فريق انجليزي شافك وطلب انه انت تحترف في انجلترا؟ والله شوف هذا بناء على كلام مدير الكره الوقت هذاك كان سلطان نصيب الله يذكره بالخير ومسي عليه بالخير. وبعد ما انتهت المباراه اخر مباراه لعبناها وديه وكنا الظاهر بكره وبعد بكره خلاص راجعين المملكه. فقال يوسف تصدق ومع المترجم سبعيل قال يوسف تصدق جاي رئيس النادي والمدرب يقولون نبغى يوسف نبغى هذا الرقم سبعة كان نبغى اللاعب ذا. قال وين تبغونه؟ قال نبغى يحترف عندنا يعني. قال له وين؟ قبل امس كلمته هم تسألني تقول انت يجي. اي والله العظيم ما كان في عندنا يعني ثقافة انه كيف يحترف اللاعب الفترة هذه. يعني كنا لو تخيلنا انك احترفت في انجلترا في ذلك الوقت ايش اللي حيتغير؟ والله يا اخي يعني ما ادري صراحة بس تخيل معي ايش بيصير؟
يعني ما اعتقد انه حيكون يعني طبعا حيكون شيء كبير بالنسبه لي لما يعني لاعب سعودي وفي هالعمر يحترف وتتغير الحياه عنده طبعا والاجواء تختلف عندك هناك في اوروبا وفي لندن وكذا يعني بتكون حياه ثانيه غير اللي انا كنت امارسها هناك يعني هناك ما في حواري يعني سلطان بن نصيب منع حركه التاريخ لا 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 ها هو ما عندنا احتراف ما عندنا احتراف ما عندنا احتراف بالعكس ولا الحين عندنا احتراف سلطان الان احسن من اول الان بدا يتحسن كثير الاحتراف عندنا يعني لو تكلم على الهلال الان انا اعطيك 100% احتراف كامل بالنسبه للهلال غير الهلال لانه عندك اداره واعيه يعني تكلم عن الاستاذ فهد بن نافل تكلم عن الاستاذ فهد المفرج يعني وتكلم عن مدير الكره طبعا انا اتكلم عن انا ما اتكلم عن الهلال اتكلم عن المنظومة السعودية لا تغيرت يعني كل إدارات تختلف عن الأندية الثانية الآن تعرف في أجانب الآن موجودين المدير التنفيذي وقاعد يعالجون كثير من الأمور يحتاج إلى وقت يبينا وقت إيه يعني حتى الآن لو أنا يعني في تصوري الشخصي أنه السنوات الجاية حتتغير كثير من الأمور يعني ممكن يشتغلون على الأندية الوسط الأندية اللي تحت يجيبون اللاعبين يعني لهم قيمة من الفريق اللي يعجبك من غير الفرق الأربعة الجماهيرية الكبار اللي تستمتع وانت تشوفه والله الفتح بس الفتح فتح الفترة الأخيرة بدأ رجعنا جاك الآن اتفاق بدأ يتحسن يعني عنده لاعبين كويسين وبدأ تستمتع شوي الفتح بدأ يغيب الآن شوي التعاون سنة اللي راحت كان أفضل من الآن موجودين في تغيرات صايرة فأتوقع أنه يعني شوف الهلال السنة هذه في أفضل حالاته العام كان فيه الاتحاد أتوقع السنة الجاية ممكن يجيك يعني عندي أخرى ممكن تتغير كثير من الأمور سواء كان من المتأخر أو الوسط يعني تعتمد على الصندوق الصندوق إذا جاب لعيبة ممتازين بالنسبة للأندية الوسط أو الاتحاد ثقة تامة أنه يصير الدوري السعودي عندنا غني بلاعبين لهم أسامي ويكون الأداء أفضل بكثير من الآن موجود أطار المعسكرات في مرة أنت عسكرته في البرازيل بعدين وصلت أنت الرياض وكانت وقت اختبارات أي هذه تتذكرها؟ أي أذكرها أي عطني طبعا أيام السبت ذيك الأيام كان بداية الدراسة أيام السبت احنا وصلنا الجمعة في الليل متأخر السبت اختبار والسبت لنا اختبارات أنا ما أنا ذاكرت كورة ما ذاكرت عرفت مش عارف وش علي المادة أصلاً ديك الأيام لا جوالات موجودة ولا شيء كيف يعني قلت أنا مالي إلا واصل وأروح مدرسة هناك قلت العيال فكلمتهم قلت وش علي الاختبار قال الحمد لله سامي قلت الله يسلمك مش الاختبار اللي علينا بس علمني طبعاً المادة قلت كيف المادة قاعد يعني ما أنا جاي من كورة أنا جاي من معسكر ما ذكر شيء في المادة كملت السبت أحد اثنين وبعدها وقفت ما كملت اختبارات ما تكملت وصارت هذه نهاية الدراسة عندك نهاية الدراسة خلاص كفلت في رسالة واتساب جتنا ودي أسمع أنا وياك ونعلق عليها يوسف ثنيان الأخ والصديق داخل وخارج الملعب كان الجناح الأيمن في نادي الهلال دائما متميز بالنجوم من محمد الطعيمي إلى ناجي عبد المطلوب وكان يوسف طبعا أضاف لي في الفترة تنافس شريف لرفع مستواي في نفس المركز طبعا إذا ذكرنا يوسف ثنيان يجب أن نؤمن بأننا نتحدث عن أعظم لاعب في الجناح الأيمن في الكرة في كرة القدم في آسيا والسعودية كذلك أنا شخصيا كنت أسعد دائما باللعب بجانب يوسف لأنه كان يخفف الضغط الدفاعي علي والآن أنا كما كنت أتمتع بيوسف الملعب الآن أتابع في البرامج ودائما مسعدنا بالتوفيق يا أبو ناصر أتمنى لك التوفيق يعني الكابتن منصور بشير هو اللي كان يلعب جناح أيمن صحيح وأنت كنت الاحتياط عطني قصتك مع منصور بشير
طبعا منصور كان في عز يعني وهجة كلاعب كان له جماهيرية يعني عريقة. فأنا بالنسبة لي وجاي طبعا من الشباب للفريق الأول أفكر كيف ألعب كلاعب أساسي، لكن أعرف أنه أنا أعرف وأقدر هذا اللاعب وأعرف أن هذا اللاعب من الصعب أنك تشيل خانته. يعني فعلا اللاعب على يعني له جماهيرية طاغية والمدربين يعتمدون على اعتماد كلي زي الآن زي سالم الآن في الوقت الحالي. أصيب كانت عندي إصابة في في رجل منصور، بديت أنا ألعب بدل منصور، بعدين رجع منصور مرة ثانية، فالمدرب يبغى يبدأ منو كاندينيو كان وقتها؟ كاندينيو. شوف هذه مباراة ضد الأهلي أيام عبد الله بن سعد رحمة الله عليه، وكان الأمير عبد الله بن سعد الله يرحمه في الله خواله من الفيصل الله يحفظهم ويطول عمرهم يا رب، كان في تحدي بين الإدارتين بين إدارة الأهلي وإدارة الهلال في الفترة هذيك، فكل واحد يبغى يفوز لا من ناحية الإدارات ولا من ناحية اللاعبين. فأجتمع الأمير عبد الله بن سعد الله يرحمه في الله مع كاندينيو يقول له إنه لاعبين المنتخب دول لازم يلعبون. كاندينيو يقول لا ما حبدا باللاعب المنتخب، اللي ببدا بس بالكابتن صالح النعيمه والبيشي، اما اللاعبين الثانيين ما اعتقد انه يبدون المباراه. قال لا مستحيل، هذه مباراه وضد فريق كبير وضد كذا ولا بد للفوز. مشكله مع خوالي. ف المهم اتفقهم على شيء معين انا عرفته بعدين. فكلمني اسماعيل راغب الله يذكره بالخير المترجم، قال يوسف شوف ترى كان في جدل كبير عليك انت على انك ما تبدا المباراه، فقال له يقول لك كاندينيو نم بدري. انا رحت كذا ورحت نمت على طول. بدينا في مين؟ بدينا بالتشكيله، اتكلم طبعا الاطراف، صار منصور يشيل جناح يمين، انا وسط ايمن، يسار عادل عبد الرحيم، عادل عبد الرحيم سعد مبارك. تخيل عاد وسعد مبارك صار وسط يسار وراء ولا جناح؟ ياخذون العكس اثنينهم. فتخيل عاد الجهتين ذي، من جهتنا عبد الجواد الله لا يهينه، ومن هناك لاعب الاهلي الظهير والله ناس اسمه. يعني فزنا فيها اعتقد 2-1 او 2-0 والله ما اتذكر بالضبط. فزتوا؟ اي فزنا فيها، انا سجلت فيها هدف. وسجلت هدف؟ اي بالراس. بس وش حلاوة الهدف؟ المهارة اللي سواها سعد مبارك بجهة الشمال من هناك، يعني المهارة اللي سواها سعد هي متعة الهدف، وكملت أنا بالهدف. وانا طالعين طبعا تعرف كان في تفكير الأمير عبد الله يرحمه في الله يبغى انه يبدأ بلعبة المنتخب، فأشركنا كان ديوني بوجود لعبة المنتخب بعضهم بما في منصور وعادل، ودخلنا مع الفريق. وفرحة الأمير عبد الله بن سعد الله يرحمه اغفر له خمني، وأنا خميته الله يرحمه. قال يا أخي وش تستاهل؟ الأمير عبد الله بن سعد الله يرحمه اغفر له يعشق شيء اسمه الهلال، عشق جنوني، يموت في شيء اسمه الهلال. فقال وش تبي؟ والله طلع الخاتم وحطه، قال والله تستاهله. قلت الله يطول عمرك، أنا ترى ما يعني تعرف أنا حتى الى الان يعني لا راعي، بس تعرف هديه كبيره والامير عبد الله هذه تابع يصير فيها تقدير وعرفان من الامير الله يرحمه ويغفر له، فهدانيه وذكرى عندي الخاتم. عطاني الامير عبد الله بن سعد ومباريات من هالنوع. تتذكر مباراه الوحده اظن في 86 ابطيت ما جيت عليهم؟ هذه حقت الله يطول عمره الامير بندر، الأمير نواف بن محمد. عطني قصة. الأمير نواف بن محمد الله يطول عمره، كنت أنا وياه على اتصال، فقال لي اطلع المطار وعلى الطيارة اللي بعدها. ليش فاتك الرحلة؟ ليش ما رحت معك؟ راح خلاص راحت، يعني لا أحد يدقق وصار كذا، يعني عرفت قصدي؟ يعني ما أنا ما أقصد، بس صار شيء. المهم تأخرت فطلعت على الطيارة اللي بعدها، رتب معي الأمير
الأمير نواف الله يطول عمره. هو طبعا الأمير نواف لما قابلته شأخرك وكذا، قلت والله طال عمرك تأخرت، رحت عليه النومه يعذر السموحة وكذا. قال يلا وين؟ قال على مكة، كان ماسكين بيوت شباب هناك في مكة. الحمد لله يعني تسهلت المباراة انه فزنا فيها 3-1 او 3-0 الظاهر، انا بالظاهر سجلت فيها هدف وهدفين. فالحمد لله اللي صار والتأخير انتهى بفوز، ينسون الناس ونسينا الحمد لله كلنا. بس ذيك الفترة احيانا يلعبونك راس حربة. انا لعبت راس حربة لما كان فيه، كان اتذكر الظاهر كان هداد المصاب، هداد الدوسري. هداد الدوسري قبل سعود الحماد صح؟ قبل إيه. أنا ما عندنا إلا هذال، يعني كان قبلها كان في الجربوع بيوسف الله يذكره بالخير مسا عليه، وطبعا بيوسف وقف اللعب جاء بعد طبعا هذال. هذال زينا نحب يحب الحواري عندنا، فراح كل وقته في الحواري، جاء متأخر بالنسبة للهلال فلعب. وهذال ما شاء الله عليه ذكر رأس حربة ما شاء الله متمكن، وعنده جنب ما شاء الله عرف إنه قصير القامة لكن عنده الجنب ما شاء الله، ولاعب مهاري كويس. فكان مصاب فقالوا خلينا نبدا نلعب يوسف. انا كيف الوضع؟ لعبت والله العظيم وتوفقت من الله سبحانه وتعالى. حبيت الخانة ولا ما حبيتها؟ والله يا اخي تعبت فيها بيني وبينك، لانه فيها تحركات يسار ويمين بعد، ويولا تجيك الكورة يعني تتأخر لك الكورة تجيك بعد 3 دقائق 4 دقائق، يعني ما هو بشيء الجناحين تستلم من الظهير وتشارك الفريق، هذه لا تقعد تنتظر على اللعب. لكن والله توفقت فيها الحمد لله وسجلت. طبعا تخامر على الامير نواف الله يطول عمره وكل اعضاء الشرف اللي موجودين، وانت طبعا التاخير والامور هذه كلها بخير. في عام 87 جاء عرض من الاتحاد للامير عبد الله بن سعد، عبد الله بن سعد قال للصحفيين انه جاء عرض ب 7 مليون ريال من الاتحاد لضم يوسف ثنيان للاتحاد من الهلال، تتذكر؟ والله أنا هذه سمعت أنا، بس كان يعني حديث إعلام، كان حديث بين إدارتين، لكن ما صار الشيء. تعرف أنا بديت بالإعلام من يوم كنت صغير وقاعد أشوف ذا التلفزيون، وبعدين أجي أشوفهم في الملعب ألعب معهم، وأترك صعبة لأن بيئة الهلال يا أخي ممتعة، حتى لو الواحد خسر يعني بعض البطولات أو أنه يعني ترك النادي الآن طبعا الفترة هذه، إلا أنه يا أخي عشق قديم، يعني ما يمكن للواحد أنه يتركه أو أنه ينساه على مر السنة هذه كلها، حتى لو ما حضر في الملعب أو ما حضر في النادي، يعني عشق عشق بالنسبة لي كبير. خليني أروح المحطة أخرى كلنا نعشقها أنا وياك، خلينا نشوف العشق الأهم. ينقل كرة لكن غير رأي معمر يرفع حد أحمد عزة وخرجه، ولكن موفق دان هوكان. ناقل الكرة ناحية مشتبي ومع يوسف ثنيان، ويحاول عدو يوسف ثنيان ناحية اليمين، مطلق يوسف ثنيان يمر يوسف ثنيان ويحاول يعكس وكرة عكسية ويلعب بالراس، ولكن كرة يلعب كرة سريعة ناحية ثنيان، المنطلق ثنيان وماجد ثنيان والكاشف لعب ناحية اليمين وأقرب له محمود يحاول يحصل عبد الله صالح بيعدي ويلعبها إلى ثنيان، كرة يتيمة محمود رجلة يحاول يحصل ماجد. عبد الله يعكس كرة داخل منطقة الجزاء لكن تلقى الأربعة من تدين قوية يا حلا للمرة الثانية صالح نعيمة هذا البطل الكابتن القائد الفريق، شوف صالح نعيمة يرفع الكأس مرة ثانية وقد طبعا كأس آسيا هو الكأس الثاني للسعودية في كأس آسيا، يعني أو الفوز الثاني في كأس آسيا كان 88، الأول كان 84. أنت استدعيت للمنتخب أول مرة أظن 86 في بطولة الخليج. طبعا قبل آسيا كانت أولمبياد سيول 86، والظاهر قبلها وبعدها دورة الخليج في البحرين. هناك هذه البطولة أنت أديت أداء غير عادي. حق 88 88 أنا أبغاك تحكيني عن كارلوس ألبرتو بيريرا، طبعا من أهم المدربين وبسألك عنه مرة ثانية بعد. في البداية في أول مباراة حيطك
ما لعبت في مباراة سوريا، المباراة الثانية في الكويت لعبك الشوط الثاني، بعدها انطلق يوسف في البطولة بانطلاقة غير عادية. إيش أثر هذا التحيط على ليه حيطك؟ ليش؟ ليش حطك احتياط؟ وإيش أثره عليك لما لعبت؟ كارلوس طبعاً أتوقع أنه فكر أنه يلعب طرف يمين وطرف يسار ورأس حربة واحد. أول الظهر كان فيه اثنين رأس حربة ضد سوريا، أعتقد كان فيه محمد والله ناس اسمه بحق الاتحاد، محمد سويد هو اللي كان محمد سويد كان يمين. إيه تعرف محمد سويد يعني رأس حربة صريح، يعني يفتح من جهة اليمين لكن مش جناح يمين يعني صريح أيضا. فمستوى الفريق ضد سوريا ما كان يعني فهو غير يعني قال أنا ممكن لاعب يوسف كجناح يمين. طبعا بعد ما تمرنا وشفنا الكلام بالنسبة لكارلوس وترجمة مترجم المنتخب في الوقت هذاك وقال أنا حبدأ في يوسف في المباراة اللي بعدها، بديت طبعا أنا وبمساعدة طبعاً اللاعبي بمساعدة جهة اليمين عبد الله صالح أذكره بالخير لاعب من الأظهر اللي ساعدوني طبعاً في الدورة هذه، فوفقت يعني فيها. ولا تنسى إنه يعني لما تجي في منطقة الوسط هناك لما تجي تشوف مصيبي صالح المطلق تشوف الحريفي تكلم لاعبين يعني يغذونك بالكور متعونك انه يعني خذ راحتك من جهه اليمين، في دفاع موجود، في ساتر دفاع اتكلم عن صالح المطلق يعني مجموعه صراحه يعني ماجد عبد الله ماجد يعني ماجد عبد الله يعتبر ماجد يعني قل لي شيء عن ماجد. انا استمتع لما اشوف ماجد واستمتعت اكثر لما لعبت مع ماجد، وماجد من اللاعبين يعني خارج الكرة رجل خلوق إلى أبعد ما تخيل العقل، تجلس معه تلقى رجل خجول، رجل حتى في معسكرات ما يتكلم كثير، كل كلامه ولو إنه بيصارخ ذا يصارخ في الملعب. يعني ما شاء الله تبارك الله روحه داخل ملعب تختلف طبعا كلها عن حياته العادية. ماجد لاعب كبير يعني لاعب هداف، لاعب تحرك السبرنت عنده ما شاء الله، عنده الجنب في مميزات كبيرة ماجد. بس هو المهدفين يعني كثر، لكن ليش ماجد يعني يمكنه ما جاء على الكرة السعودية زي ماجد؟ ما أعتقد أنه أحد جاء مثل ماجد. يعني لو تكلم مثلا عن سامي عشان نعطي اللاعب حقه صراحة، جاء بعدها سامي وفقدنا لاعب كبير مثل ماجد، كان يني كثير من المباريات كثير من البطولات. سامي برضو ما شاء الله تبارك الله، يا برضو أنا استمتع لما شفت برضو سامي وألعب مع سامي وتحركات سامي وأهدافه. ترى سامي مش سهل، لا يقل عن ماجد في النجومية صراحة، وكلاعب رأس حربة. وأنا لعبت معه لأنه لاعب ذكي، هذا ذكي وهذا أذكى. مين الذكي ومين الأذكى؟ كلهم اثنين. قلت أذكى أقول يعني كل اثنين. سامي قلت ذكي وأذكى، مين الأذكى؟ أنا أقول يعني كلهم والله العظيم كلهم، بس أنا أقصد أنه سامي أكثر تحركا من ماجد. يعني ما سامي ممكن ياخذ الاطراف، ماجد ياخذ العمق، ياخذ النهايه، دائما يدور الصندوق. سامي لا، عشان عنده المهاره وعنده المهاره الاكثر والتحرك الاكثر ويطلب كره كثير. كل اثنين والله متعه. نرجع لكارلوس. او قبل كارلوس، في ذيك البطوله كانت النقاد كانوا يرشحون يوسف ثنيان انه يكون حقق كارلوس. اذا اقول لك بس هو غير بتجيك الكارلوس طريقه اللعب بس على هالنقطه، عشان كذا هو كان يحتاج لاعب جناح يمين صريح وسحب محمد السويد ولعبت انا جناح واستمر عليها والنتائج قاعد تمشي بالطريقه اللي هو يبغاها. يعني لا تتوقع انه والله مجامل لفلان ولا علان، لا هي القراءه انه ابشد على يوسف في المباريات الاولى علشان يعطيني اكثر، هذه الفكره ممكن اللي ممكن كذا. لكن وتعرف يمكن شاف انه لما تكلم تلعب اثنين زي ماجي مثلا ومحمد السويد
الثاني ممكن يساعد يعني كل واحد يساعد الثاني. يعني ممكن ماجد يغطون المدافعين ويسجل سويد والعكس صحيح عرفت. واللي سجل من شوي مين مطلق عرفت قصدي. يعني في حلول عند المدرب وعنده لاعبين يعني عنده خامه ممتازه صراحه. تتذكر كيم جو سونغ؟ اذكر كان احسن لاعب في اسيا. احسن ذيك البطوله هو افضل منك في اسيا في البطوله ذي تحديدا. كان افضل كان أفضل. يستحق كان انه يكون خطورته اكثر. وبعدين تعرف الاختيارات كانت من الاتحاد الاسيوي وانا ما بديت المباراه الاولى هو من المباراه الاولى ولعب في مع المنتخب طبعا كان تتذكرها كلاعب جناح شمال لعب لعبتنا شوي عرفت. يعني الحمد لله انه نجينا من ذيك المباراه صراحه انه كان لاعب خطير جدا وفي الاخير كسبناه بالبلنتيات. عطاري كارلوس البرتو بيريرا تتذكر المعسكر الغابه؟ انت لو تشوف السجاره الكبرى ما شاء الله والظل وعشرة كيلو والله بتقول اي احد مكاني بيروح. هي وش القصه؟ عطني اياها القصه بالبدايه. طبعا كان شمس يعني حاره وعشرة كيلو وجري ما تمشي يعني لازم تجري. فانا جبت الشجره ما شاء الله تبارك الله قلت بريح شوي انا ما قلت ما اتعبك. فتفاجات عاد هم المدربين دائما يكونون اخر ورا اخر ناس. ف شافني المترجم بس متغبي انت؟ لا مو مره مو مره متغبي بس رجله جابوها. كان هذا منه تريان بوتك قاعد يسب وكذا وعاقبوني. ايه قال الحين تروح وبعد في التمرين المساء بتلف 10 لفات. يعني حتى حتعيد الواجب مره ثانيه. لا بس بدهم يبقى 10 كيلو 10 لفات. كارلوس درب في 88 وايضا درب المنتخب السعودي في كاس العالم 98. ايش الفرق بين كارلوس 88 وبين كارلوس 98؟ طبعا ال 88 تغيرت التشكيلات تغيير جذري يعني ما في الا يمكن واحد او اثنين في الفتره ما بعد 88. 88 اعتقد انه 98 كنت انا و ريفي اعتقد بس ما في يعني كان في نقص كبير بين لا نقصد السلوك التدريبي. انا اتكلم عن مو بعد اللعيبه السلوك التدريبي. هل كارلوس البرتو في طريقه انا والله فاهمك يا استاذ عبد الله بس انا اقول لك يعني تغيرت التشكيله وتغيرت قيمه اللاعبين وتغيرت الخامه بالنسبه للمدرب عرفت. انا جاءوا لاعبين جدد و ترى على فكره لا يقلون عن 88 لكن نتكلم عن كاس عالم. انت قابلت فرنسا ايش بتسوي؟ قابلت زيدان يعني كويس انك طلعت بهذه النتيجه صراحه. كارلوس يعني في حياه يوسف ثنيان في فيلو في كاندينيو وفي كارلوس البرتو هذول يمكن اهم ثلاثه مدربين مروا على يوسف في الاخر صح؟ الفضل بعد الله سبحانه وتعالى اللي هو فيلو بالنسبه لي انا طبعا. بس تمرت على كندوني مدرب بعد جيد يعني رغم انه مثل ترى درب المنتخب فتره بس ما كمل صار بينهم ظاهر وش صار؟ غير اتفاق ما كان في اتفاق بينهم. وش انت ابتسمت ادري في قصه ما تبي تبقي لها والله. لا والله انا سمعتهم يعني درب المنتخب فتره بس شاف انه اعتقد في نوع من التدخلات وكذا ف ما يحب التدخلات. في تدخلات حتى في الهلال نفس الطريقه يعني الفتره هذيك مش تدخلات كانت يعني مجرد راي قرب وجهه النظر بين اذا كان مثلا رئيس النادي او عضو شرف وكذا شيء طبيعي يعني الفتره هذيك. الان ما حد يقدر يتكلم الان لانه قاعد الامور تمشي. وش المباراة اللي انت كنت برا وجاء قرار من فوق انه دخلوا يوسف يلعب؟ هذه ترى سمعتها بعد البطولة. عطني اياها. والله ما فيها اي نوع من التدخلات اللي قاعد يتكلم يعني يتكلم فيها الجمهور او الاعلام في الفترة هذيك.
اذا في شيء عاد خلف الكواليس بالنسبه لي انا والله ما ادري انا. تبي اللي تعرف. لكن اللي اعرفه المدرب قرصخ. هذه مباراه الصين. ايه. انا قبلها طلع كنت مع المنتخب بس كانت عندي اصابه انا في المفصل. وماني بجاهز والله ماني جاهز. يعني لياقيا. ورغم ذلك الحمد لله وفقت في المباراه. لما قال لي سخن اذكر كان منو فنقاده هو؟ فنقاده كان يضربني على ظهري احمد جميل يقول لي شد حيلك. قلت ان شاء الله. مباراه الصين في الربع ساعه الاولى لما تشوف الكور اللي سجلوها وغير اللي سجلوها ترتاح تقول يعني هذا المنتخب شكله اقل شيء اربع شوط الاول. فريق فعلا غير الكور اللي سجلوها الهدفين الاولى. بنحكي عن المباراه، انا ابي هذه الجزئيه تحديدا. غير اللي سجلوها. مين طلب من فنقاده انك تدخل؟ قلت لك انا قالوا لي سخن سخنت. ايه من اللي قال له سخن خليه يسخن؟ والله ما ادري اذا كان في حد او صار في شيء خلف الكواليس او شوف انا سالتك قلت لك وش المباراه اللي دخلت فيها متوصيه؟ احنا نحكي الحين توصيه الى 96 مو احنا جبناها اللهم لك الحمد هذا هو اهم شيء. طيب وش اللي صار؟ ايه. هذا مهما تكلمنا عنه بيصير فيها ردود فعل يعني غير مقبوله. ف الحمد لله انه الحمد لله يعني التدخل اللي صار انه صار في نتيجه. في تدخل يعني. مين اللي تدخل؟ والله ما ادري الله اعلم. انا اهم شيء يهمني انه لما قلت له كذا الله يطول عمره وبارك له اللهم لك الحمد هذا اهم شيء بالنسبه لي انا. طيب حنان بعد 88 صار في 92 خليني اشوف هالمقطع واسالك عنه. そしてここにもラインができちゃってますね。チームとしては高木ひらぎ足前半の30分日本1点先制喜んだ日トニャンこれはどうしたことでしょう。松本さんちょっと信じられませんでこれは。 根元の時計 45分を回り北沢ラモスもう一度北沢突破するシュートを打つここで優勝の本質する日本アジアカップチャンピオン 1-0 サウジアラビア 3連覇の野望を打ち砕きました. هذا نهائي كاس آسيا 92 للأسف خسرنا أمام اليابان. من أسوأ المباريات اللي لعبتها. من أسوأ المباريات اللي لعبتها. مو بس فريق إنه يعني اليابان وكذا. خسرنا طبعا تعرف ضغط مباريات وكانت عندي أنا إصابة وفي بعض اللعيبة عندهم برضو إصابات بس أنا أتكلم عن نفسي. كانت عندي ضربة في بطن الرجل. هذه تحتاج إلى راحة فقط. يعني إنه ما أتمرن ما ألعب ما يعني ما أجري ما حتى أصلا وأنا أمشي أحس بألم. فاضطريت طبعا لما يعني توصيه من المسؤولين ومن بعض اللعيبه انه يوسف لازم تلعب مباراه نهائيه وكذا انا عاد عندي اني يعني العب حتى لو اني مصابه اقاوم تتحامل على الاصابه عندي المقاومه في اني انا فلعبت طبعا بعدها شفت رجلي عرفت ان رجلي يعني انتفخت اكثر من الاول بس دائماً تلاحظ أن المنتخب السعودي من 88 من 84 88 أنت خذيتها 84 خذيتها 92 أنت لعبت الفاينل 96 أخذتها معناته أن المنتخب السعودي ينافس. لا كانت يعني جيل ذروة 2007 أتكلم برضو يعني كان بعد منتخب ممتع لما كانت تتذكر ياسر وتتذكر الله يذكره بالخير لاعب الاهلي مالك معاذ انا كنت استمتع لما شفت المنتخب هذا كان فريق مره ممتع وصلنا برضو النهائي خسرنا يعني اتمنى ان شاء الله ان الجيل الجديد هذا يشوف
المنتخبات ان شاء الله ويحدوا ان شاء الله حذوهم ويحاولون ان شاء الله انه يعني في كأس العالم ان شاء الله اللي تصير في السعوديه 2034 ايش تتوقع يسوي يوصل المنتخب السعودي؟ والله شوف على الآن اللي قاعد نشوفه الآن إن شاء الله إنه يكون في صناعة مواهب يا رب. أول شيء طبعاً إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون في مواهب عندنا في بلدنا وهي موجودة الآن بس ما في الكشافين اللي يمتص هالموهبة. الشيء الثاني عشان تشتغل من تحت مش الأكاديمية، تكلم عن الفئات السنية، اشتغل على الفئات السنية، جيب مدربين لصقل الموهبة عشان تلعب. إذا لعبت كأس عالم الصغير هذا حيكون لاعب مسؤول في نفس الوقت لاعب محترف، أنت تكون مرتاح خلاص تمشي الأمور كما اللي أنت خططتها لأنك أنت اشتغلت من تحت وحيكون لك إن شاء الله لاعبين على مستوى عالي سعوديين نفتخر فيهم ويمثلون المنتخب خير تمثيل. قبل سنتين استضفت مذيع في التلفزيون السعودي عبد الله الشهري يعني يقرا نشرات الاخبار وكان مرافق للبعثه، يقول ان الطياره فيها مشكله وانتم راجعين حقتها هي هذه حقت اليابان هي هذه ولا هذه هي وش الشاطئ؟ الله لا يعيدها وش الطياره؟ ذيك وانا راجعين صار في خلل الظاهر في المحرك. انا كنت ماخذ حبه منوم لأن أنا عندي فوبيا بالنسبة للطيران، دي أتعب نفسيا. تخاف من الطيارة؟ أي حركة صارت معي لأنه معسكرات المنتخب والنادي ذيك الأيام أنا الوحيد اللي في الطيارة، العالم كلها نايم أنا الوحيد اللي قاعد أناظر يساري، الطيارة تجيك من بعيد من هناك ودي أروح قبل الكبت ترى في طيارة سبحان الله ما نوم أنا الوحيد. فخذت الحبة قلت إن شاء الله هي لعبت فيني بس ما نمت يعني ماشي قلق سبحان الله شوي الا الله يذكره بالخير ونمسي عليه بالخير عبد العزيز الرزقان قال يوسف يوسف طياره بتطيح. قلت ليش؟ المحرك شب. قلت في ذمتك القسم لا تعجب. واشوف طبعا الكلام اشوف وشفت شفت فعلا الكلام ده صحيح في نار انا احسبه يكذب يعني ما شفت نار بس قالوا لي انه طبعا لما كلموا طويل العمر الامير سلطان وقالوا انه صار فيه حريق في الليل قال ترى احنا نقدر نكمل هذا عشان ما صار طبعا الكابتن يقول احنا نقدر نكمل فقال الامير لا خلنا نشوف ايش اقرب شيء فاقرب شيء تايلند فنزلنا على تايلند لحد ما جت طبعا طياره ثانيه ورجعنا المملكه بس كان في خوف كنت خايف كلنا لا يقول لك الحالي والله كل العالم كله خايف مش كان ببالك ذيك اللحظه مش كنت تفكر فيك والله يا أخي مش أقول لك يعني الله يكفينا الشر يعني قاعد ناظر أنا قاعد ناظر بس أشوف هل فعلا طبعا الكابتن طفى الحريق طيارة طبعا من الطيارات الكبيرة الجامبو تذكر ذاك الأيام فالأمور زينة بس أنه يعني لما يجي حد يقول لك والله شاب كذا وأن الطيارة كذا هذه بحد ذاتها فجعك فجعني رواني. عبد الله جابر رسم كاريكاتير وكل ليله يبدع لنا برسمه، خلينا نشوف الكاريكاتير اللي رسمه. واضح لك؟ واضح. يعني في مونديال 94 اول تاهل للمونديال وكانت فرحه غير عاديه للسعوديين وكان منتخب قوي في ذلك الوقت وكان يوسف ثنيان في عز مستواه لكنه لم يذهب مع البعثه. القصه ما ابغى اخذها من هنا، ابغى اخذها من كاس الخليج عام 92 في قطر. ما الذي حدث؟ والله شوف هي طبعا بدايه دوره الخليج في قطر بعد ما رجعنا من الصين رجعنا المملكه جلسنا فتره بعدين انضمينا مره ثانيه ورحنا طبعا
دولة الخليج في قطر، النتائج ما كانت طبعا مرضية، ف تفاجأنا طبعا أو تفاجأت أنا شخصيا بتوقيفي طبعا. يعني أنت وفهد الريفي؟ أنا فهد. شو القصة؟ ليش توقفت؟ أنا أقول يعني إصابتي وفي كأس آسيا 92 وروح وغامر ولا أنظر لإصابتي طبعا. شو مدرب في دولة الخليج يقول ما يمكن ألعب يوسف، يوسف لابد أن يرتاح، يعني عنده إصابة لابد أن يرتاح، ورغم ذلك لعبت. فلما لعبت زادت عندي الإصابة، ولما جاء التوقيف قاعد أقول يمكن أنا مسوي شيء، يعني دخلت في شكك في نفسي، هل معقول أنه أني أنا مسوي شيء؟ يا أخي ما في شيء صار، لا بالنسبة لي أنا ولا بالنسبة للريفي، كانت الأمور زينة، اللهم النتائج ما كانت جيدة، المباراة الأولى بحرين الظاهر وكذا كانت نتائج ما يبغير. أنت جاي من بطولة آسيا، جاي من بطولة قاعد تنتصر من مباراة لمباراة، كان الفريق في قمة مستوى، كابوة جواد في دورة خليج رحت تبعدني عن كأس عالم 94. ليش؟ إيش اللي صار فيه؟ أنا أقول لك إلى هاللحظة والله ما أدري إيش اللي صار. يعني ودي أنا أعرف وش السبب الرئيسي. أعتذر ليش؟ أنا وش اللي سويت عشان أنا أعتذر؟ إذا اعتذرت معناته أنا هو إيش الخطأ؟ هم قالوا إنه فهد الريفي ويوسف ثنيان، وفي رواية ثانية تقول وسعيد العويران، هذول الثلاثة كان يعني أخطأوا خطأ والمفروض يعاقبون عليه، واختلفت الروايات على سعيد. إحنا بالنسبة لي أنا شخصيا أنا أبغى أعرف وش السبب الرئيسي، قلت لك إلى هذه اللحظة ما تعرف؟ ما أعرف ليه، لأنه أنا ما دققت في الموضوع ولا سألت على الموضوع، لأنه القرار اتخذ، فالقرار اتخذ خلاص ما في داعي أنك أنت تفتح أو تحاول. أنا ما عندي نظام الجدل ذا، أنا ما أحبه صراحة. اتخذ صار فيها توقيف انتهى الموضوع، أنا احترمت القرار. يعني أنت إلى الحين ما تعرف ليه صار التوقيف؟ لا ما أدري. وتفسيرك له ليش؟ ولا أدري على وضع الريفي. وتفسيرك الريفي؟ لا تفسيرك ليه صار الإيقاف ضدك أنت ما تعرف، بس تتوقع ليش؟ ما أدري إلى هاللحظة والله ما أدري. كبش فداء يعني أنت تتلمح؟ تعرف دورات الخليج دائما يصير فيها كبش فداء، لابد يا مدرب يا لاعب يا كذا، عرفت؟ بس أنت لاعب يا أخي لاعب، وأنت صرت كبش الفداء؟ لاعب فاينل، أنت لاعب فاينل في قبلها بأشهر ضد اليابان المنظم، واليابان يعني عندهم لاعب، يعني عندهم لاعبين أو جنسوا لاعبين وكانوا يشتغلون على 92 من فترة طويلة، كانوا يأخذون بطولة آسيا وأرسلوا لاعبين للبرازيل هناك، وشفت يعني اليابان مختلف اختلاف كلي، وقابلت اليابان وفاز عليك لأنه فريق أفضل منك. إحنا حاولنا قاتلنا بس تفوق علينا الفريق الصيني. انتهت المباراة دي، ليش توقف؟ أجيك أنا هنا وألعب معك المباراة الأولى، بعدين أتفاجأ أتوقف. يعني عشان كذا أنا أقول لك من زمان يعني دائما إحنا كلاعب لما يجيك دورة الخليج نخاف منها. ليه؟ بسبب مثل هالأمور. والله رغم أن يعني هي أنا أشوف أنها دورة يعني زي دورة مثلا دورة الخليج، أنا أعتبرها دورة للتعارف بين دول الخليج، مو يعني الخاسر فيها وبعدين يعني وش هتسوي لما تخسر، أو والفوز لو فزت أنت عندك أكبر القارات، هي الآن اللي أنت تفكر فيها، وفي نفس الوقت كأس العالم يعني كانت حزازات عالية في وقت دورة الخليج. اي لأنه فيها حزازيات، فيها لا تنزل مثلا اللوبي كثير، خلك تكون في الغرفة، يعني تصير فيها حساسية كثير. يعني هل تتوقع هل كانت عقوبة انضباطية ما كنت تنضبط وبعدين انت والريفي؟ ممكن
بالنسبه لي انا ما ابغى اتكلم عن انت وفيصل، لان فيصل انا ماني عارف ليش وقف اصلا، وانا وهو نفس الطريق. يعني انت ما تعرف ليش توقفت؟ ما ادري ما ادري، خلاص صار كذا. انا قلت طيب ليش يصير كبش الفداء؟ ليش ما يصير المدرب؟ وليش يصير يوسف؟ والله ما ادري. يعني العاده انت تعرف المدرب المره جت علينا احنا، وقبلها صارت على اللعيبه غير، يعني تصير تصير. بس انت لو تسال المسؤولين المقربين، علي داود كان، والله علي داود رجل يعني يعرف اللعيبه ويعرف كيف يتعامل معنا. ما اعتقد انه علي، بالعكس علي ساعدنا كثير احنا كلعيبه. طيب في سؤال غريب الحين، اوكي توقفت انت في كاس الخليج 94، جت 94 فهد الهريفي نال عقوبة عليك وعلى فهد. فهد الهريفي لعب في كاس العالم، يوسف ثنيان ما لعب في كاس العالم، ليه يلعب فهد الهريفي ويوسف ثنيان ما يلعب؟ سألني أنا؟ إيه سألك أنت. وأنا أقول لك ما أدري من شوي، يعني ليش وقف ما أدري. وموقف لين ما سألت؟ وأنا موقف جاء كاس العالم ما سألت؟ أنا موقف طبعا بين دورة الخليج وكاس العالم، أعتقد المعسكر قريب ما كان بعيد يعني، عرفت. وجو لعيبين طبعا غير تغيرت يعني، بعض اللعيبة في بالنسبة للمنتخب يعني، في أنا ما كنت حاضر، في لعيبة جو بعدي في 94، وما استدعيت أنا شخصيا لأنه قد حسب ما سمعت إنه والله مش بحاجة يوسف، إنه فيه الآن لاعب صغير في السن اللي هو أدق شيئاً، ومدرب طبعاً جديد وكذا، فتغير التشكيل، تغيرت كثير من الأمور. هل فهد الهريفي قدم اعتذار ويوسف ثنيان رفض أن يقدم اعتذار؟ والله ما أدري. شو بالنسبة طلب منك تقدم اعتذار ورفض؟ بالنسبة أنا كلمني شخصية اعتز فيها وصديق عزيز علي جدا، وذكرت اسمه قبل شوي، وراني الفلينة حقت 15، وراني الفلينة المنتخب السعودي، وانه اكتب خطاب وكذا. وانا كنت يعني متضايق انه ليش انا وقفت وليش اعتذر، وش اللي مسوي انا. قل لي اذا كنت انا مخطي، قل لي انا انت اخطيت، انت سويت كذا كذا كذا. أنا ما سويت شيء، خسارة دورة خليج، لا تقدم ولا تأخر، أنت حتشارك على بطولة عالمية كيف ما شارك فيها وأنا في قمة مستواي الفترة اللي راحت. لكن الله يسامح اللي متسبب. شخصية الأمير نواف محمد الأمين؟ لا، الأمير نواف قال لي اكتب خطاب. ولا كتبت الحقيقة خطاب. ليش ما كتبت هالسؤال؟ ليش ما كتبت اعتذار؟ المشكلة أنا بعدين تحسفت، لأن تعرف أنه في عز مستواي الفترة هذيك، قلت لو أني سويت الخطاب حسب ما بلغني الأمير، ويعني ممكن أني أشارك زي ما شارك وتحسفت بيني وبينك يعني، زعلت بعدين طبعا أنه والله أنه فاتني يعني كأول كأس عالم، كانت في أمريكا واللعيبة يعني ما شاء الله تبارك الله اللي شاركوا في 92 موجودين، اللهم أضافت أكثر من لاعب، الظاهر 2 أو 3 لعيبة، لاعب الرياض بدري منه فهد المهلل، وفي كذا لاعب يعني غير حقين 92. وكنت هناك في زي ما قلت لك إنه في عز مستواي، لكن سبحان الله أنا أقول خير وما اختار الله، إنه يعني ما صار الشيء ذا. لكن كانت ألم، كانت ألم بالنسبة لي أنا، الحمد لله على كل حال ونسيت. شاركت في 98، ما صوتك وحسيتك ما نسيته. لا لا والله انا نسيت، انا ترى يعني انا ما دقق في كثير من الامور يعني، اللي اعطيته لمن يعشق كرة القدم داخل الملعب، قدمت لله الحمد للمنتخب الكثير ولله الحمد، وللهلال نفس الطريقة، حصلنا على بطولات كثيرة وكلها طبعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وجود اللاعبين
السعودية تملك لاعبين ترى في لعيبة يعني على مستوى يوسف وأفضل من يوسف. ف إيش رأيك ننتقل من 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 هذا الألم إلى لحظة فرح؟ يا رب ذكرتني و هذا هو الليوان ينقلك يعني مو بس أنت تسحب ترى حنا حتى نسحب سحبت وفهد المهلل يحاول وهذه محاولة مع كرة جول 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 برافو 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 الثنيان الثنيان في الدقيقة الأولى اللي لعب فيها سعد كرة مع محمد سعد لعبها لمحمد سعد وبالتحدي يسعد ومسبح خالد مسعد وجول 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 خالد مسعد خلاص للجماهير السعودية وللاعبين السعوديين وللإدارة السعودية ولكل من ساهم وهذا هو الكأس يحمل بيد يوسف الثنيان كأس آسيا 96 كنا محظوظين؟ ايش؟ كنا محظوظين؟ انت شفت الكرة اللي بشوي؟ عدنان الطليان عدنان يعني لو جابها ممكن ينهينا والله فالحمد لله كان الحظ معنا الحطر مهمته في عالم كرة القدم يعني. الحظ مهم أكيد طبعا حتى في حياتك يعني حتى في حياتك يعني هنا في قصتين القصة الأولى قصة مباراة الصين يعني من ينسى مباريات يوسف الثنيان لا يستطيع أن ينسى مباراة الصين عندما كانت السعودية متأخرة بهدفين يوسف يدخل بتوصية من أحدهم إلى فنجان أنت اللي تقوله تقول الله يطول عمره الله يطول عمره ويدخل يوسف الثنيان يغير مجريات المباراة تفوز السعودية 4-3 كان نقطة فارقة في ذلك المباراة تتذكر شيء عن المباراة ديك لما دخلت أنا على فكرة يا أخي أنا لاعب كرة قدم أوكي أملك خبرة في عالم كرة القدم لكن أنت داخل 2-0 وغير 2-0 في كور كانت بالإمكان أنها تنهي مباراة أصلاً تجي الثالث والرابع ما أدري إيش اللي صار بالنسبة للمنتخب الفترة هذيك فدخولي ذا اللهم لك الحمد يعني أعطاني يعني ثقة أنه لازم أشيل اللعيبة اللي موجودة معي في أني قاعد أتكلم يا شدوا حيلكم هاجموا أتكلم مع الله يرحمه خميس أنه يقفل المنطقة الخلفية في كلام سريع حتى من كثر الكلام ما أدري إيش أنا أقول عرفت شلون نهضر سامي أشوف المحل الاثنين كلهم هدفين فسبحان الله في وجهة نظري الشخصية أنه لما شافوني اللعيبة تحركوا أكثر زي اللي فزوا زيادة وبدت سبحان الله تجي الأهداف هو اللي جاء الهدف الأول تشوف الهجمات اللي بعد يعني أنقرب يعني صار المستوى أفضل بكثير ما صار في الأهداف اللي سجل فيها الصين أو الهجمات اللي سجلوها الصين اللي ضيعوها طبعا الصين فصارت تجينا هجمات أكثر وصار الحمد لله قلبنا النتيجة في نفس الشوط هذه حلاوتها مش الشوط الثاني في نفس الشوط كان 2-0 قلبنا 3-2 فمهارة طبعا الأنيق خالد مسعد لعب لي كورة الهدف الرابع زي ما أنتم شايفينه والحمد لله يعني وتوفقنا كل الكلاعبين فرحنا فيها فرحة يعني كبيرة وكلنا انبسطنا وكنا دائما ناظر لأمير سلطان الله يطول عمره وباركنا له كلنا والحمد لله أنه نهايتها كاس اللهم لك لكن هذا الكاس يعني يوسف الثنيان رفعه في الإمارات لكن لما نزلت من الطيارة كان اللي ما رافع الكاس في الاستقبال في المطار فؤاد أنور توجيهات هنا وتوجيهات شو القصة؟ نفس التوجيهات هناك أستلم وهنا أستلم أنا وفؤاد سواء كان فؤاد شالع وأنا بالنسبة لي يهمني البطولة
والله يهمني البطولة ويهمني هالرجل اللي تعب علينا كثير لم يسلطان الله يطول أمره. ففرحة هذا الأمير بالنسبة لي أنا. أنت لا تحطه في التوجيهات، أنا عندي معلومة من واحد من المرافقين للبعثة يقول إنك أنت تأخرت عليهم. لا 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 أبداً، توجيهات هنا توجيهات وانتهى الموضوع. بس بس وليه طيب تختلف التوجيهات من رأيك؟ يعني ما أشوف إنها فيها شيء، يعني يوسف استلم هنا، فؤاد استلم هنا، أنا ودي إنه فؤاد استلم وأنا استلمت هنا، ولا حدقق ولا أقول والله يعني ليش، عرفت قصتي؟ ف يعني الحمد لله إنه بلدنا أخذت الكأس، فرحنا جماهيرنا ولا لا لا، هذا أهم شيء. خل نروح إلى محطة ما قبل الأخيرة في 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 مسيرتك الدولية. Nouveau changement de Brassard. Kylian Youssef. Je crois pas qu'il s'y attendait vraiment, mais. سامي جابر وحسين عبد الغني برافو وتطلع كرة وين برا حسين عبد الغني برا الملعب وكرة تسديدة برافو يا ولد الحقيقة الأحمد الباعة تتمرر داخل منطقة جزاء ضربة جزاء ضربة جزاء تشيلي أنصفنا ماريو يعني يا أبو عبد الله سامي هي دي سامي حتى وإن كان هناك في صيحات أدعو لك بالتوفيق ومعاك الملايين إن شاء الله بالتوفيق ثنيان هي دي ثنيان لو كان الفار على وقتك مصالحك ولا مو مصالحك؟ والله هذه يمكن فيها كرت أحمر بشكل عام الفار أنت تحمد الله أنه مو على وقتك ولا تقول ليته؟ يعني قديم شافها انت احنا شفناها وتذكرها زين انا المباراه هذه ايه وسالت عنها ترى على فكره بعد المباراه سالت عنها قالوا لك وهم يعرفون طبعا انه يوسف غراب قلت والله باجي طيب كيف قلت والله انا يعني مثلت فيها إيه؟ اعترف اني انا مثلت والله فيها حسب علي بلنتي يعني مكسب لنا بالنسبه للمنتخب ايه وهدف لك في كاس العالم تتذكر شيء في هذه البطوله ممكن يستحق الوقوف عنده والله شوف المنتخب في نتكلم عن فرنسا صراحة كان معسكر طويل كان معسكر طويل وفقدنا صراحة أهلنا طبعا فترة طويلة وكان كان في اقتراح إنه نرجع نشوف أهلنا بعدين نرجع بعدين قالوا والله ما في وقت وكذا المهم كملنا إحنا وكانت المعسكرات أتكلم عن اللياقة طبعاً اللياقة كانت قوية جداً يبغون يعني يشوف المدرب إنه اللعيبة يكون في أفضل حالاتهم اللياقية لأنه حتقابل منتخب أنت شايف منتخب فرنسا صارت عكس ما يعني ما كنت أنا خايف منه صراحةً المنتخب كان منهك في كثير من المباريات يعني يلا اللعيبه شلون اجسامهم حتى في الركض وحتى في التغطيه حتى في حصول الخليوي والله يرحمه في الكرت الاحمر اللي صار ف الاعداد ما كان صراحه جيد كانت معسكرات طويله مرهقه و مو مصالحكم جايين اللعيبه كلهم في يعني رتم اللياقي الكبير يعني اللي ما عاد يعني خلاص تلعب كاس عالم وتشوف المستويات يعني وحتى تشوف يعني خطا كبير بالنسبه لكارسبرت طبعا البطوله اللي بعدها كاس العرب كانت في قطر أي. كانت هذه اخر بطوله لك صح اي قبل ما تعتزل حتى مع الهلال في 2001 فوضوك النصر عضو شرف نصراوي فوضك على الانتقال للنصر والله معلومة ذي بالنسبة لي أنا والله ما أعرف أنا شيء صراحة يعني كانت إعلامية أكثر منها لا أنت بتنفيها إعلامية بس هي موجودة
والله يمكن تكلم فيها لا، بس انا بالنسبه لي انا والله ما سمعت. ما جاك عضو شرف نصراوي اعطاك 2 مليون ريال قال لك؟ ما اعتقد. تاخذ معلومات من وين تجيبها؟ ترى هذه معلومات دقيقه يعني. هي دقيق ما حد يدري عنها هذه يعني. هذا شغلنا. الله يطول عمرك. تبغى تحكي على الموضوع ولا ما تبغى تحكي عليه؟ والله اذا بتعذرني احسن، لانه ما صارت. لو صارت تقول دقيق قبل شوي تقول ما صارت. اي ما صارت يعني، ما فعلا صار فيه كلام بس ما تم. اي ما تم بس انه صار يعني. زي حقت الاتحاد اللي قلتوها من شوي يعني، كانت بين ادارتين فما لا تم. هذه معك من مع ادارتين. اي بس مع الاعضاء مع الادارتين، ما كان معي انا شخصيا. انا سمعت معك. عنها لا لا هذه الثانيه معك. انا سمعت مع شوف انا سمعت على الاولى، لكن هذه ايه انا ماني متصور يعني انه هذا الشيء ممكن يصير. ايه هو ما راح يصير بس يعني احد قال لك وخط. ما تبغى نحكي وقف يا خال. لا ما يعني الموضوع ما تم. لو تم قلت لك والله. ودك انه تم؟ زعل الهلالي كذا علينا. لا ما راح يزعل احد ان شاء الله. طيب ليش هل جسمك هو من قرر انه يوسف يعتزل او كان مرض الوالد الله يرحمها؟ والله انا اخذيته من ناحيتي يعني، حسيت ان انا ما عاد اقدر. في نفس الوقت والدتي هو رغم والله في اخوان يعني، في خالد وفي سلطان الله يحفظهم، هم طبعا رحم الوالده المانيا وانا كنت موجود هنا، لكن انا دائما احب اكون متواجد امام والدتي الله يرحمها ويغفر لها. واضطريت اني اتخذ قرار يعني لا رجعت فيه، واعتقد انه وصل هذا الموضوع للامير عبد الله مساعد وقدر هذا الشيء، حتى انه صار حديث على موضوع تجديد عقد لمده سنه وكذا. ويعني كان الامير يعني قريب جدا بالنسبه لي انا، كان يحاول انه اجدد سنه لكن الظروف يعني ما ساعدتني، فاضطريت اني انا اعلن اعتزالي واكتب خطاب. وبعدين رحت لوالدتي، والدتي الله يعني كانت في وضع خطر جدا، فتحت احتاج اني اكون معها. فاللي يعني خلاني برضو انه يعني خلاص اسافر، انه مرض والدتي صار يعني بالنسبه للعلاج جاي متاخر، عرفت ما تحتاج الى يعني ما عاد نقدر نسوي لها شيء بالنسبه للعلاج وكذا. انا صراحه ما عاد صرت اشوف، ابغى احاول بطريقه اخرى انه اشوف حل علاج. فكلم طبعا سويت اتصالات وكذا وتكفل لم يعتز فهد الله يطول عمره لاجل الوالدة خارج المملكة، وراح سلطان أخوي بالإخلاء الطبي، وراح طبعا بعدين أنا، وكان في برضو خالد أخوي، فتابعنا الحالة عملت زراعة الكبد. سبحان الله يعني كانت الأمور خلاص يعني مش صعب. الدكتور قال ما أقدر أسوي أي شيء، لكن لطف الله سبحانه وتعالى وعمل الزراعة طبعا بعد ما شافوا أخوي السعود يطابق الزراعة بالنسبة للسعود أخوي، وعاشت الحمد لله عشر يعني محدود 11 سنة أو 10 سنوات، وبعدها توفت الله يخليها ويرحمها يا رب. ف يعني وقفة الأمير عبد العزيز بن فهد مو بس معي، مع ناس كثير من المواطنين، وكان وقت يعني كان يعني بالنسبة لي أنا اتخاذ القرار من أجل يعني أروح مع والدتي وإني لا وأكيد والدتك أهم الله يغفر لها ويرحمها. خلينا نشوف يعني إحنا في المنعطف الأخير في الفيديوهات.
ايش قاعد تسوي؟ الجمهور ولا التحدي ولا الروقان؟ متى يبدع يوسف ويطرب في الملعب زي ما قاعدنا نشوف؟ الجمهور، انا اذا شفت الجمهور انبسط استانس. الجمهور اللي يخليك تسوي هذا الشيء فعلا. في مقطع فنقادة تكلم بكلام انا ودي اشوفه انا وياك وتعلق لي عليه. Wasn't tactical substitution, not for any technical reasons. So Shalia came out and Yusuf Tunayan came inside. I remember the words I told Yusuf Tunayan, Yusuf, now you must show and you must prove why a few years ago Real Madrid want him. As you know, in that time the Saudi players could not play outside, but Real Madrid, they saw him to play and they want to invite him. So prove now for everybody our your quality also good you can be and also good you could play outside. أنا لفت نظري تصريح فنقادة أنه يقول أنه ريال مدريد كان يريد يوسف ثنيان قبل سنوات، فعلا ريال مدريد عرض عليك العرض؟ والله شوف أول مرة أشوف اللقاء هذا. أنا يعني زي ما قلت لك أستاذ عبد الله، أنا انتهت مباراة اليوم، بكرة تلقى أفكر اللي بعدها، ما أفكر يعني أتابعها وأشوف وش اللي حاصل فيها وكذا. أول مرة أشوف هالكلام اللي قاعد يقوله، لكن هل هو حصل؟ والله يا أخي أنا ما عاد قال لي شكلي نايم في السبك والله ما أدري صراحة. على طاري الطرفة يوز، يعني من أعلننا السعوديين يحبون يوسف ثنيان، يحبون طرفته وروحه. الحمد لله، هذا فضل الله عز وجل. إيه يعني حتى يعني لما يعني مو مو ما أتكلم بس عن الهلاليين، إحنا نتكلم على النصراويين، الاتحادية، الأهلي، بس فكرة الطرفة موجودة عند يوسف. قصة الكوريين مو قالها بس أبو ثنيان. طيب وش طيب؟ هو لاعب ضربني. إيه. وجيت بقى أدوره ولقيت واحد مو به. فقال لي عاد، قال فيصل يا اخوي اللي ضربته هو هذا. قال طبعا انا تعبت شابه هون. وبديت تضرب من الكوريين اللي لقيته. اي في سيول على فكره. اي سيول ها؟ اولمبياد سيول، سيول كان معي طبعا ظهير يمين، كان عبد الرحمن. ايه عبد الرحمن التخيف الله يذكره بالخير، مسي عليه. من اصعب المباراه ضد كوريا هذيك، تعبنا فيها تعب. يعني في قمه الكوريين، كان في قمه عطائهم. كانوا مقفلين الجهة الشمال، ما خلونا نتحرك، خلوني أكره الكرة، بحاول أتنفس، عجزت. لا أنا ولا عبد الرحمن. هذه نزمنا فيها 2-0. نزمنا. يقولونك تنسى أسماء اللاعبين خاصة المحترفين في الملعب. هذا المحترفين السعوديين بعضهم ينساهم. تنساهم؟ إيش تنسى ناديهم طيب؟ يا أخي يجونك لاعبين جدد. إيش تسوي؟ فأنت تناظر مش تنادي طيب؟ إيش تقول؟ هاي ما يعني هذا الحل الوحيد اللي بتقول له ابو فلان ولا ابو كذا. تعرف الفتره ذيك طبعا يجونك لعيبه يجربونه عندنا في النادي. ايه جاي هذا من عضو شرف، وجاي هذا من صديق عضو شرف. صديق؟ ايه تسميه صديق؟ لا لا لا، يعني صديق واحد من اصدقاء اعضاء الشرف، جايبين لاعبين يبغون يجربونهم معنا في النادي. فتلعب معك تقسيمه، فما ادري شو اسمه هو. في واحد من زملائك المشاهير جدا في النادي، ما ابغى اقول اسمه، يقول لي انه يوسف ينادي بعض المحترفين يا صديق. لا لا عاد مبالغه ولا صادق؟ لا 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 مبالغه مره. طيب اذا ما عرفته وش تقول له؟ صديق. اخي يوسف. طيب منصور موينع زعلان منك الى الحين. دائما يزعل منصور، يقول انك تاخذ الفيديو حقه في السكن. اي هذيك بس جاء اخذها بالقوه. وش القصه؟ زعل علي مره. انا قلت يعني لا انت راعي فيديوهات ولا انت راعي افلام ولا بلقط هالفيديو. انا ما للاسف اني انا ما استاذنت منه. والله ما قلت يمكن يحسبها تجوري ولا ما ادري وش القصه. لقيت هالفيديو اللي جاي مثل الرجال راعي افلام يتابع ويشوف وكذا. ليش تاخذ ولقط الرجال؟ انا خفت طبعا، تعرفوا ما شاء الله راعي فاصل مسميه انا راعي فاصل، اذا ضربك مع المفصل خلاص انا
بس معه مفك الظاهر. ايش؟ معه مفك بيده. اي ما شاء الله قوي هو. قوي. حتى حتى حاتم خيمي ما سلم منك. والله حاتم طبعا هذا اقتراح من الرزقان الله يهديه. وش قال لك؟ قال ما دام الملابس دي موجوده جديده. وش عنده هو؟ وش الملابس حقه؟ ماركات كلها. طيب. احنا مشكلتنا وش؟ نلبسها ونطلع في التلفزيون. وصار يشوفنا. واننا ناسين الموضوع يعني قلنا فكلم عاد هو غليميش الله يذكره بالخير وقال له قال له يا اخوي الحين الملابس دي هي بحقتي هذه قال والله ما ادري قال لا يا اخي هذه حقتي اشوف على يوسف وعلى عبد العزيز لابسين هالملابس وليش يلبسونها وكذا طبعا احنا عارفين انه روحه من غير رجعه بالنسبه ل بالنسبه لمن؟ بالنسبه لل ايش اسمه خيمي خيمي إيه. عارف انه خلاص يعني منسق وهم طبعا اذا بيرجعون الجماعه ياخذون شنطهم فقط فعرفنا انه ما هو طبعا عرفنا بطريقه او باخرى انه ما حيرجع فصرنا نشخص بهالملابس طب شلون اخذته انت من غرفته شلون اخذته من مفتوح الغرفه جنب بعض إيه. ماسكر ماسكر الناس الشباب يعني إيه. بتعرف الباب جنب الباب أصلاً سكننا في الغرفة نفسها. إيه. قلنا من الغرفة اللي كنا فيها سكننا في الغرفة. أوه. من المدرب اللي قالك تمرنوا الصبح؟ كل المدربين بس. أتذكر فستر قبل ما يجي طبعاً البطولة العربية وهذا برضه معسكر في الطائف. وكان فيه الخراشي أستاذ محمد مسي عليه بالخير كان فيه. مدرب اللياقة السلوى الله يذكره بالخير السلوى رهيب السلوى عنده التمديد غير الأجانب لازم تمدد يعني شلون؟ لازم تفك الرجل ألين آخر شيء وإذا جبت ترفعها لازم توصل إلى رأسك هنا إحنا الأجانب ترفع الرجل هنا بس فقط لا هذا يقول لا وصل إلى هنا تخيل عاد الصباح وتوصل يعني حلق عطنا فرصة خلنا نجري ثلاثة يعني شوي نمدد رجولنا على طول تبغى ترفع رجلينا لين فوق يعني ما تجي أنت وقفت كم مرة توقيفات غير الذي كانت كلمة حد الأسي وقفك صح؟ أي كم وقفك؟ هذه مباراة إيران أعتقد ليه؟ اني كان في ضغط علينا في مباراه هذيك و دعس على رجل الحكم وطيت رجله لانه مباراه يعني وش اقول لك كان فيها نحاول انه نفوز باي طريقه وترى كملت مباراه ما كان في يعني لا كرت فيها ولا شيء تفاجأت أني موقف في مباراة يعني موقف ضرب مباراتين لازم أوقف مباراتين أعتقد وبعدين أكمل طبعا بعد المباراتين أنت تشخصنها مع الحكام أحيانا؟ لا صارت عاد هذه صارت طيب هم إذا جت يقولوا عمر مهنة تتذكر الإيقاف ذاك اللي مع عمر مهنة أنت ليش دائما تزعل من عمر مهنة؟ والله شوف من غير طبعا ذكر الحدث اللي صار الله لا يعيده بس أنا أخطيت صراحة إيه؟ أخطيت خطأ فادح وما نمدك الليلة وقلت لازم أكلم شخص يمون على الحكم جمال السويلة ما أذكر بالخير مسي عليه وكلمت وعارف أني أنا أني مكلمة عشان فعرف أني أنا أبغى أتأسف للحكم قال لي أنت نوم الليل قلت ما جاني النوم أنا غلط فادح لازم أتأسف باي طريقة كانت ولا هو عيب انك انت اذا اخطيت انك تعذر بخطاك ما فيها مشكلة يعني كل الناس تخطي والله انا ما نمت قلت لابد اني اكلم اعتذر منه واعتذر من عائلته وكذا اعتقد انه من بكرة صار دار اتصال او بلغ والله ما عاد ما تفاصيل طبعا بس هذه من الاحداث اللي صارت اسعد لحظاتك الكروية وش اولا اني سعدت وتشرفت ولعبت في نادي كبير
نادي الهلال. الشيء الثاني انه وصلني الى المنتخب الاول، قدمت بلدي ولله الحمد مثلي مثل اللعيبه، طبعا ما في يعني فرق بينه وبين اللاعبين اللي مثل المنتخب الحمد لله رب. اللهم لك الحمد. هذا يعني افضل شيء بالنسبه لي انا. سؤالي الاخير، مفهوم كرة القدم عند يوسف ثنيان؟ بالنسبة لي أنا في قاموس يوسف ثنيان وش هي كرة القدم؟ متعة الجمهور. متعة الجمهور. نعم. شكرا لك أبو عبد العزيز على هذا الحوار. الشكر موصول لكم أنتم، وانقلوا عن يوسف ثنيان أنه يقول كرة القدم متعة الجمهور. السلام عليكم.